تسحق شوفير وحاب تتحرك في مدينتك؟ تمتم التطبيق الوحيد تاع شوفير بريفي في الجزائر ليسهلكم تنقلاتكم اليومية بفضل خياراته المتنوعة. ميني سيتادين مليحة لشغالتكم تاع كل يوم. تمتم تاكسي فيها المخير تاع لي تاكسيير. فئة بيزنس المتميزة بأفضل السائقين وأحسن سيارات للمؤسسات. تمتم موطو باش تطيروا في السركالة. بلا ما ننسى تمتم ليفريزون اللي توصلكم واش حبيتو حتى لباب الدار. مع تمتم تنقلوا بأقل سعر مع أحسن سائقين وفي أقل وقت. خدمة زبائن ترافقكم 24 ساعة على 24. مشاهدينا مرحبا بكم ما كنتوا على الشروق تي في، رانا على المباشر في مازال حال ديلي. كل يوم نكونوا معكم في شهر رمضان الكريم باش نحكوا على اهم الاحداث اللي صراو في النهار في الاعلام في السياسه ولا اي حاجه اللي تكون مهمه في النهار. اليوم في مازال الحال راح نكونوا بحضره ضيوف مميزين كل واحد في المجال تاعو. قبل ما نقدمهم لكم ماذا بيا نقدم الزملاء تاعي في قناه الشروق اللي هما اصحابي في نفس الوقت ونحبهم. نبدا باول واحد نحبوا اللي راهو لابس الشباب اليوم، عبد اللطيف بالقايم. مساء الخير يونس، مساء الخير الجمهور الكريم الذي من وراء الشاشه والجمهور هنا الرائع والهايل. ان شاء الله كيما العاده بالك ان بون نيميرو مع بانيل هايل تاع لي زانفيتي. نشوفوا شكون هما. مي قبل ما نشوفوا شكون ضيوف نشوفوا تينينا كرشوش اليوم لمت شعرها باي مناسبه. تينينا مرحبا بك تصفيقه تينينا كرشوش. وشنو هي المناسبه؟ لازم مناسبة باش نطلقوا شعرنا ولا باش نلموه؟ باغ كونتخ اسمعني مليحة. انا بيان كومبخي كو تحب عبد اللطيف، مي انا جو دي سا جو دي غيان. هو ريزعف كي راك تخمس كل يوم مع عبد اللطيف. صح. انا اني رايح دوكا نسلم. واري حمزة خويا، واري حمزة سكورا فيك. هواري حمزه صافا؟ صافا الحمد لله. الاستاذ والزميل في قناه الشروق تي في هواري حمزه، مرحبا بك. شكرا لك. صحه فطورك. يسلمك. صحه فطوركم وصحه فطور جميع المشاهدين. شكرا على الدعوه مره اخرى. مرحبا اخي. اليوم مخي فيها رجلو. اليوم رجلو. يا ربيع. اليوم الضيوف تاعنا مشاهدينا الكرام كل واحد في مجال. نبدا على يساري الاعلامي والناشط السياسي سعيد ارزي، مرحبا بك. تحيه لسعيد ارزي. انا دائما راني نقول راح الحال باش نجوز في مازال الحال، لكن راني في مازال الحال. ومازال ان شاء الله ما تكون الاخرانيه. ان شاء الله. مرحبا بك سي سعيد ارزي معنا في مازال الحال، معنا ايضا المختص في الملتي ميديا اللي تعرفوا بزاف بالتحليلات تاعو ومستشار في هذا المجال فريد فرح. مرحبا بك فريد فرح، شكرا على حضورك. مرحبا. نشكركم على الدعوه وان شاء الله نكون على حسن الظن. ان شاء الله دائما كنت حسن في حسن الظن على كل حال. ماهيش مره ولا نتلاقاو فيها في حصص، فمرحبا بك في مازال الحال. اول مره في مازال الحال. مرحبا بك وماش تكون الاخرانيه. ولمره ثانيه الزميل والمنشط والمعد والاعلامي السيد احمد بلونه، مرحبا بك مره اخرى في مازال الحال. مرحبا يونس ومساء الخير ليك والكامل الجماعة اللي راهم هنا والفريق التقني نحييه بزاف. انا يعني الفريق التقني اللي راهم دايرين اكثر من الواجب على راسهم. هاني المخرج، فتحيه للفريق التقني اللي رانا اليوم على المباشر. انتم لا تسمحوا فينا عبد اللطيف يصفق نص اوي نص باسكو نص جماليه مازال الحال سي ليكيب تكنيك، سي ان غون توماج ليهم. انا ماذا بيا لو كان نوجدوا بارادوز ومن بعد نديروا امتي تورني على كاع ليكيب تكنيك اللي راهم هنايا. ومن بعدك ماشي دوكا، من بعد نديروا
بلاد باش نشوفوا رايهم ثاني. سيرتو مول لا لوما. لا لوما اللي راهو داير حاله بها. انتم اللي كنتوا تشوفوا فينا ما تنساوش ام او اش ديلي هذا الهاشتاغ، دخلوا لتويتر ولا فيسبوك ولا انستغرام ديروه برك ام او اش ديلي وشاركوا معنا حين نقراوا التعليقات تاعكم على المباشر. البدايه راح نبداو بحال الميديا وراح نشوفوا واحد الاحصائيات تاع القناة التلفزيون الجزائرية في شهر رمضان الكريم في الأسبوع الأول، وراح نقارنوا بين رمضان 2018 و2019. ما تروحوش بعيد، قعدوا معنا. مرحبا بكم مرة أخرى. راح نشوفوا إحصائيات سيد أحمد بلونة، فريد فرح، محمد إرزي، عبد اللطيف القايم، تلينا كرشوش، هواري حمزة، إحصائيات لمعهد إيمار اللي عمل مقارنة بين القنوات الجزائرية ونسبة التطور تاع القنوات بين 2018 و2019. أعطوا لي الإحصائيات راضية من فضلك ورئيس التحرير سمير حميطوش. سمير بون مجعده بزاف ليكرون، ما عباليش كيفاش راحين نقراو. على كل حال الشروق تي في في المرتبه الاولى، شروق نيوز مرتبه ثانيه ب 19%، شروق نيوز 19 في اوكي 19 ما نقدرش نقرا اون فاس راديا باسكو نشوف هنا ندور خير. 19.5 لشروق نيوز، 15.6 لبلاد تي في. نروحوا لسلايد واحد اخر، هذا في التوب ثلاثه تاع معهد ايمار اللي عمل هذه الاحصائيات. اعطيو لي راح نستعمل البلاد. نعم لا حبست عن البلاد. وعلاش حبست عن البلاد؟ هنا ما رانيش نشوف يعني ليكرون باسكو راهو طويل. ماذا بيا لو كان عاودوا نريقليو هذا المشكل. راكم تشوفوا انتم عندكم في الشاشه، نخلوكم باش تعاودوا تعطيوا لي الاحصائيات باش نشوفوهم مليح ونشوفوا لا بروغريسيون تاع القنوات الخاصه. على كل حال قبل ما يعاودوا يريقليو هذا المشكل الصغير، عبد اللطيف بالقايم انت في رايك قبل ما نشوف الاحصائيات، وشنو هي القنوات اللي دارت تقدم واللي دارت تراجع في رمضان 2019 مقارنه ب 2018؟ على حسب الاحصائيات تقدم قناه شروق، يعني العام اللي فات في رمضان كانت شروق تتقاسم المراتب الثلاثه الاولى، مش كل القنوات في ثلاثه اللي كانوا في المراتب الاولى، كانت تقاسمها مع قناه الجزائريه وشويه مع النهار. ابارامون هذا العام قناه الشروق يعني مجمع الشروق التلفزيوني بقنواته ثلاثه يتصدر هذه المره استطلاعة الراي، وجاب لي ربي لو كونتوني. واحد ما راحش يقول انه المضمون والباقه تاع البرامج جميله جدا واللي اثارت اهتمام الجمهور هذه المره، اكيد هو سبب مباشر في هذه الارقام. جيد لاشوت، سالتني على لاشوت ما يلقى راح نشوفوا ماذا بيا نشوفوا خير الارقام باش نعلقوا على الارقام، والضيوف قاعد هنا باش نعلقوا على الارقام. شكرا للفريق التقني اللي عاود اعطانا الصور. اعطيوا لي الصور في الشاشه باش نشوفوهم. السلايد الثاني، نعم هذا هو السلايد اللي كنت نحكي لكم عليها كنت تشوفوا فيه في الشاشه. فالشروق تي في دارت بروغريسيون ولا تقدم تاع 0.3 مقارنه ب 2018. هناك قناة النهار تي في اللي هبطت مقارنة ب 2018 ب 4.5%، شروق بلوس اللي قعدت في نفس الاودينس، شروق نيوز راهي في زيادة تاع 1.5، البلاد تي في اللي دارت أحسن تقدم بروغريسيون 3.2%، الجزائرية وان اللي دارت أسوأ سقوط القنوات الخاصة ب 11 نقطة 11.2 نقطة، وفقدت ما يعادل 3.6 مليون مشاهد، يعني مقارنة بال يعني على حسب الإحصاء تاع معهد إيمار. سميرة تي في اللي هي الأخرى فقدت 6.8 من مشاهديها بالمية، يعني باهية تي في اللي هبطت 2.9. القناة الثالثة، القناة الرسمية الثالثة 10.7، لوميديا تي في اللي زادت ب 0.3. خليني نروح لسيد أحمد بلونة، واش تعليقك على هاد الأرقام سيد أحمد بلونة؟ انا يونس دائما لما نشوف هاد الاحصائيات انا كصحفي ماذا بيا نعرف ادوات القياس اللي استعملتها هذه المؤسسه والطريقه والعينه، كيف تم اختيار العينه، على اي اساس تم اختيار هذه العينه، ايضا مجتمع البحث تاعهم شكون كان، لانه اجراء مثل هذه الاحصائيات
عنده تقاليد وعنده اسس وعنده مبادئ. انا لما نشوف قناه الباهيه تي في نشوفها قبل من العديد من القنوات الوطنيه يعني نتساءل انا يونس على اي اساس يعني. وايضا هل من المنهجي ان نصنف قناه اخباريه مع قناه تاع طبخ مع قناه تاع رياضه؟ هل هذا التصنيف عادي؟ هل هو تصنيف منهجي؟ هذه التساؤلات ربما يعني انت الاشكاليه تاعك راهي في المنهجيه تاع الطريقه. نعم بدنا نعرف انا الطريقه يعني. جيد عبد اللطيف بن قاين. انا حبيت نقول له هو فيه جزء من الحقيقه في كلامه، ولكن احنا نعرفوا انه الجزائري كيشوف القنوات اللي يشوفها الجزائري قنوات واضحة دائما. الجزائري مهتم بالأخبار، مهتم بالربات البيوت، مهتم بقنوات الطبخ. تعرف أفضل من أنه في دراسات مثل هذه لا نعرف. ما فيهاش نعرف. تعرف وش فيها يعني. تعرف وش معناتها. تعرف وش معناتها أدوات. ذوك أنت إذا عندك حاجة بالباب يعني دي بروف أنه هذه الدراسة خاطئة. لا أما خاطئة صح. أما أننا نثير الشك فقط من أجل أننا يعني نقيم محاضرة لا أعتقد. لا عبد اللطيف فهمتني خطأ. خليني أقول أنا قلت ماذا بي عبد اللطيف ماذا بي. أنا عندي أرقام. نعرف الطريقة. شوف عبد اللطيف نعرف الطريقة فقط. معليش كصحفي كصحفي. خليني أقول لك حاجة. ما كاش معهد دراسات ولا مركز دراسات ولا بوات تمد لك النتائج وتقول لك هذه الطريقه. كاين دي نورم، كاين دي كان اللي بغيت نتعاملوا بهم في كامل العالم. الا كان نقطه نظام النقاش ما راهوش حول مصداقيه هذا الاخر. علاش يعني باش نقولوا هذا على الاقل الارقام هذو نعلقوا عليهم. كان عندي سيد احمد خليني نهضر معك عبد اللطيف. سيد احمد او قال رايو انت قلت بليك هذا مش معي خلاص. قلت بلي ما راناش في نقاش تاع الطريقه دركا. اذا نناقشوا الطريقه يلا ناقشوا الطريقه جوستومون. ما عادش نناقشوا الطريقه. ناقشوا الطريقه ربما في موضوع ولا في حصه اخرى وين نديروا. لا حكاية. اسمح لي يونس. معليش معليش احنا كصحفيين لازم نتساءلوا. هذا ما كان عبد اللطيف. لا معليش نتساءلوا علاش ناخذ على ايمار وما ناخذش على ميديا ان سيرفري ولا ما ناخذش على وسام الخير رباني. لا خذ على عبد اللطيف. سيد احمد شوف هذا ما كان. خذ على من حبيت. حاب نقول لك لابراش يعني الفرع هذا تاع على اي ماذا بيا نعرف على اي اساس يعني يفتح مجال مناقشه كبيره لازم نبقاو فيه. مش معناتها لازم نقصوا. معليش لازم نعطوا له حقه. معليش احنا على كل حال لما نديروا الاحصائيه تاع معهد ايمار ماهيش معناتها بانه هو المعهد الوحيد اللي يدير احصائيات الجزائر. فقط يعني الاحصائيات اللي يبدو فرع عندنا اليوم في مازال حال حبينا نتناقشوا عليها. كل المراكز اللي قدمت هذه الاحصاءات حطت براسك هذا الترتيب. نعم الترتيب. هو اللي نسمع رايك. تقريبا حقيقه كاين مؤخرات على مراكز صبر الاراء لانه الاشكاليه ماهيش في المنهج ولا لان ماكاش كاع قانون في الجزائر اللي ينظم هذا النشاط تاع صبر الاراء. ما يهمناش معهد ايمار لو كنشوفوا كلاسمون تاع 5 شان ولا تقريبا لو كنروحوا البلاتفورم اللي ما فيهاش ما نقدرش نشكوا فيها البلاتفورم تاع اليوتيوب لي ريزو سوسيو المشاهدات تاع قنوات الشروق ولا البلاد النهار تقريبا نفس الكلاسمون هذا. صحيح. المحتوى تاع الشروق متواجد في اليوتيوب والمشاهده تاعو بالملايين وبمئات الالاف. نفس الشيء بالنسبه للنهار ولا الكلاسات يعني الزايد. ثانيا تقريبا اللي شفناه من خضره طالعون تقريبا اللي عندهم علاقه بالقنوات الاخباريه الشروق العامه يعني فيها شويه محتوى تاع رمضان. شروق بلس عفوا شروق نيوز في الحراك الشعبي زاد طلع الكلاسم تاعها وكان متابعها زاد المتابعه تاعها. نفس الشيء بالنسبه للبلاد ما ننكروش باللي دار قفزه نوعيه في الحراك. قدرت انا هو القناه الجزائريه اللي هبطت ب 11 قناه الجزائريه بالبيع مقارنه ب 2000 الناس ما زالت يعني تقريبا في الاسبوع الاول قاردات ليماش العام اللي فات والعام اللي قبله الكونتوني تاع العام اللي فات قالوا بالك هذا العام كاين يعني بقاو الناس تزابي عندها. لكن في العشر الاولى هذو الناس فاقوا بالمحتوى ماهوش. اذا عندك تعليق سيد احمد قبل ما نروح للضيوف تاعنا حول. لا نقول برك المؤسسات في دول اللي تحترم هذه التقاليد اي تعين الرؤساء وتنحي الرؤساء وتعطينا. اكزاكتومون صح. وعلاش؟ لانه عندها منهجيه باراطول ميثودولوجي. هذا ماذا وش حبيت نقول برك؟ اسمح لي سيد احمد صبر الاراء. اسمح لي برك صبر الاراء ما يتندارش غير في رمضان. احنا على بالنا بلي صبر الاراء يتندار غير في رمضان وعلى لي بروغرام تيليفيزي. صبر الاراء يتندار
pour tout et n'importe quoi. Je dis bien pour tout et n'importe quoi. Dans les pays متقدمين كما قال السيد احمد رؤساء يطلعوا رؤساء يتنحوا غير بلي سونداج دونك تحب تتبع دي زيليكسيون استو دون لو مون اسكو على بالك باغ اكزومبل بوليتيكمون باش تديري معهد دراسات تاع استطلاعات الراي يا جماعه النقاش 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 ما راهوش حول مصداقيه ولا ما عتب الاراء ما رانا نناقشوا فيه رانا نناقشوا فيه عدم معليش سبحان الله رانا نناقشوا في شيء صحيح نغلق القوس صحيح معليش ما نعاودوش ندخلوا هذا النقاش لانه خصو له عدد خاص فقط حتى نغلق القوس برك انا ما كنتش حاب نقولها بصح ما دامني فينا في مازال الحال نقولها انا حضرت في جلسه أخي عبد اللطيف بالقايم في جلسة ممثل عن مؤسسة لصبر الآراء يتفاوض مع مدير لقناة معينة يتفاوض معه أبعث لي البوند كوموند وسهل كل شيء عليا هاي لك على شانين هذا رأينا هذا الأشياء موجودة حتى في فرنسا يعني باش نكونوا موضوعيين الموضوع جدير بالطرح معليش هذا الموضوع موجود حتى في فرنسا لا مانيبيلاسيون دي شيفر دو سونداج عبد اللطيف شاهد في العالم النقاش من فضلك سمعت واش قلت لك؟ هذا خلاص. موضوع جدير بالنقاش وراح نخصوا له عدد كامل باش نحكوا عليه ماشي راني ضد عرفني فيها نعم عرفني هذا يدير الموضوع لا لازم نحكوا عليه لا لانه هناك جدل كبير انت عملت تحقيق انت على صحيح صح هذا واش عملت تحقيق وجدير بالنقاش راح يطرحوه الضيوف تاعنا سعيد ارزي انا على ما اظن باش الارقام ماشي الموضوع تاعنا انا نشوف الحراك لو كان السلطه النظام عندهم اليات تاع صبر الاراء وزمو ما يدخلوش في حيط لانه كانوا يستهزاو بالمسيره تاع 22 يقول لك هذو ما يقدروا يديروا والو ما يطيحش النظام هذا ما يتنحوش هذو الجماعه لانه هذه الاليه تاع صبر الاراء راهي ماشي تمشي بالجزائر كون راهي تمشي لانه الميكانيزمات تاع وزاره الداخليه والدوله عندها الاليات باش تخدم هذا الشيء نعاود نشدد ونعاود نولي باش نرد النقاش للموضوع تاعو اللي هو الارقام تاع معهد ايمار واذا اخترنا معهد ايمار ماشي باسكو نعرفوهم ولا يعرفونا في مازال الحال لكن هي الاحصائيات المتوفره فقط لينا دقيقتين هنا ما سمعناش الضيف تاعنا فريد فرح ماذا بيا تعلق لي على واحد سلايد اخر اعطيوا لي سلايد اخر من فضلكم سلايد اخر حول البرامج الاكثر مشاهده في الاسبوعين ولا الاسبوع الاول تاع شهر رمضان نعم 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 فوالا ولاد الحلال في المرتبه الاولى بنسبه 5 مليون مشاهده مشاعر في المرتبه الثانيه بنسبه 2.3 مليون مشاهده بلا حدود في قناه شروق 1.4 مليون مشاهده الرئيس قرصو 1.4 لكاميرا كاشي وورد اسود يجيو في المرتبه الخامسه والسادسه انسان تنين اللي راهو يعمل سكور مليح 1.1 مليون بالك موراك 0.8 ومن بعدك عندنا ردوا بالكم في المرتبه التاسعه 2.5 دقيوس ومقيوس 0.7 في المرتبه العاشره وفي المرتبه 11 مازال الحال ما نوروها لكمش مي بون حنا فوالا كنا في المرتبه 11 بنسبه 10 ملايين مشاهده نعم انا نقصر تفضل سي فريد فرح واش تعليقك على الارقام يعني الارقام تبين ذوق المشاهدين يميل اكثر للضحك للديفيرتيسمنت وهذا معروف عند الجزائريين المهم في الارقام هذه تكون صحيحه ولا غلطه ولا معطيات غايبه ولا هذه دراسه تاع المختصين في اعطاء مصداقيه لهذه الارقام ولا ينزع لها المصداقيه نعم. المهم الارقام لازم يستغلوها باش يعرفوا اذواق المشاهدين باش المنتج يزيد يستثمر في هذاك في الذوق اللي يختاروه المشاهدين اذا كان الذوق هو الضحك المنتج يولي ينتج اكثر في المجال صح. الضحك فريد فرح احنا فخورين ربما في مازال الحال العدد تاع الخاص بولاد الحلال الحق في مده 4 ايام لمليون مشاهده سي اون بروميير وهذه اول مره مازال الحال يحقق هذا الرقم في اليوتيوب في الفيسبوك حققنا هذه الارقام لكن في اليوتيوب لاول مره واش تفسر كيفاش تفسرها هو تفسرها من شقين انه كونسيبت تاع مازال الحال سي اونيك تقريبا يعني هذا التصور لهذا البرنامج تاع توك شو سبيسيال مع رمضان حلقه تاع ولاد الحلال ولاد الحلال ثاني السيري اللي دايره بوز تقريبا حتى شفناها في الحراك الشعبي كاين لي بونكارت فيهم ولاد الحلال زينو مرزاق ربما هذا هو السر تاع انجذاب الجزائريين نحو هذه الاخرى واستضافتهم اللي في مازال الحال بلاطو كان بلاطو مميز جدا دار لو بوز سير لي ريزو سوسيو حقق تقريبا حصه كامله حققت اكثر من مليون مشاهده اللي كوت تاعها ايضا بمئات الالاف اعتقد انه تقريبا حقق
لو فري تاع مازال الحال نيميرو اللي كنا نشوفوا فيه في قناه اخرى الجزائريه ان شاء الله. سيد احمد بلونا شي 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 رائع. انا كنت شاهدت الحلقه هذيك تاع مازال الحال، وشي اللي لفت انتباهي نسيت فقط الضيف اللي تحدث على نقطه مهمه ومهمه جدا يتعاود ترجعنا لهذه الاحصائيات، كيفاش مسلسل ولاد الحلال يشوفوه كامل الجزائريين وحتى الجاليه تحدث عليه، ولما يلحق الوقت على الاشهار في نص الفيلم ما كاش ما عندوش اشهار. شي حير. انا ما فهمتش الى 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 عنده 5 ملايين مشاهده ولي زانونسور يخلوا هذيك المساحه فارغه فيه. هنا نطرح 1000 سؤال. معروف سوق الاشهار في الجزائر ماشي معايير تجاريه، سي علاقات معايير غير تجاريه. مصطفى عريبي هو اللي تحدث عليه، ولكن انت كممول يعني انت اسمح لي بين قوسين يلحق بك البلاهه والغباء انك تخلي حاجه اللي فيها 5 مليون مشاهده وتروح الحاجه اللي فيها. انا اعتقد حاجه كما دي سيد احمد هما ربما المحتوى عباك مازال الحال بلوتو ولاد الحلال كان مازال اون تورناج وكي صادفنا ليكيب سيتادير ربما ما كانش كاين عرض للمحتوى او ديبي انافي با لهذا الناس لي زانونسور دونك الناس تهيب مسلسل شويه ينهب ماشي كيما سلسله تاع الفكاهه. اصلا سوق الاشهار راهو راقد تقريبا في هذا رمضان بارابور للمواسم السابقه. الرئيس قرصو مثلا ما عرفش اذا تحصل على اشهار ولا لا، لكن الكل ماشي الكل يعني الغالبيه اجمعت في شبكه التواصل الاجتماعي على اساس انه مسلسل اللي ما حققش نجاح اللي كان منتظر لكن عنده معلنين. يعني هل لي زانونسور دوكا وهذا موضوع حنفتحوه ان شاء الله في شهر رمضان، هل لي زانونسور يمشوا بليزيفي دانونس؟ شوف تقدير عنده في دانونس يمشوا بطريقه اخرى وممكن ما نقدروش نقولوها اليوم، لكن كاين طرق اخرى باش تحصل الاشهار معروفه خاصه ما تعلق بتلك القناه اللي راك تحدث عليها. يعني كانت اشياء حتى شوف معليش انت ما تقولهاش ديريكت، انا نقولها ديريكت. قولها ديريكت بالقايمه انا نقدر نقولها انا ايه معليش نو درك المشكل اللي صرا في بين دائما نعاودوا نرجعوا انا ما نحبش نعاود نرجعوا، لكن قناه النهار الموقف تاعها قبل 22 فيفري والتحول اللي صرا في بعد 22 فيفري قناة النهار فقدت كثيرا 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 من المصداقية. دونك جلب مسلسل قرصو إلى قناة النهار ومحاولة جلب عز الدين الله يرحمه الشرفي لكي يغني لتبييض صورة قناة النهار هي دخلة في إطار محاولة شراء عذرية جديدة لتلفزيون أصلا مكروه في الشارع، وهذا أمر طبيعي جدا. هذا لي شيفر يعني يعكسون المستوى نتاع المكانه تاع قناه النهار عند الشعب الجزائري. هذا مكان بكل بساطه في نظريه. اذا عندكم تعليق تفضل السي سعيد. انا نشوف باللي اولا خطا كبير انه قناه اخباريه تدير يعني في شهر رمضان انتاج درامي لاول مره من جهه اخرى هذه القناه معروفه بالابتزاز، يعني هي اللي خلقت الابتزاز للناس اللي يديروا لي زانونسور. هذه يعني بامتياز هما لانه اذا عنده يعني ممولين ولا سبونسور لهذا الدراما اللي دخلها كقناه اخباريه استعمل الطرق نتاعو المعهود بها. يونس اسمح لي انا جوبونس كو بغض النظر على لي كاليبر اللي داروهم اللي زون يوتيليزي بور فير لي سونداج جوبونس كو سي بيان التلفزيون الجزائري باسكو رانا نشوفوا اون كونكورونس كبيره راهي تندار كسوا في الانتاج الدرامي ولا في الفكاهه. جوبونس كو من على عامين ثلاث سنين Je suis vraiment confiante. Nous pouvons voir les programmes TANAF, des chaînes canawat arabia, carrément canawat turquie, pourquoi pas. D'ailleurs, apparemment, il y a. Je viens déjà. Moussa Salah, Bougoul, Mathalan, Jasfi, MBC. Je pense que. قلت لك جاز وي مي جو بونس كو سي خاف نهضروا يزعف عبد اللطيف لا عادي جدا عادي انا بوغون جاز في ام بي سي Quand le veuille ou non, jazz fait MBC, donc pour une raison ou pour une autre, je sais que Balak Haïjouz pour d'autres, je ne sais pas quelles sont les raisons, l'Ikhlaou Bougoron et Noïjouz fait Kanat MBC, mais je pense que le niveau, les Rahin Kadroun Lahkolo, Mnel Fouk, à force de la. Bougoron, mais où je fous l'intikadat Kadroun Takdou Adi Jeddan Anna, est-ce que quand tu as dit que tu as Bougoron, ni je l'ai regardé ni rien. Bougoron, c'est Babour Dzaïr, on va dire Korsou, on est Babour Dzaïr, on va dire Korsou.
الهنان ذات الهنان قالت حاجه مليحه تي الهنان. كنا نشوفوا في لي سونداج في لي زاني في زاني باسي تلقى ام بي سي فور سي فري تلقى ام بي سي كاين عليه لا ديرنيير فوا صح دوكا صح دوكا ماهمش كاينين صراحه. الاستهلاك تاع الجزائر الماده المشرقيه نقص نقص في السنوات الاخيره بشكل رهيب. باب الحاره ياك جاز عندك في الجزائر ماشي عندك في الجزائر تي في في الموسم عندها 3 سنين ولا 4 سنين جاز اون ابيرسي الهيبه جاز في نيو ميديا تقريبا كيف كيف مع الاخر جاز اون ابيرسي في طوندونس يوتيوب سنوات من قبل كانوا يبانوا البرامج المشرقيه المسلسلات ما كانش العام اللي فات مثلا بين سبور مع لاكوب دو موند كانت عندها حضور في التونسيه كاين البرامج التونسيه كاين البرامج التونسيه المغربيه الجزائريه ما كانش البرامج المشرقيه دونك شوف في لي تراند كاين واحد الفيتون تونسي راهو يجوز راهم يتبعوا بزاف الجزائريين. يعطيكم الصحه. نروحوا لمواضيع اخرى. احنا كل شويه على السياسه وربما هي المواضيع اللي تهم اليوم في مازال حال دايلي. انتم اراكم راح نقراوها في الهاشتاغ ام او اش دايلي فاصل وقعدوا معنا. نبداو نقاش في حال السياسه على واحد الفيديو اللي هي دايره حاله اليوم في شبكه التواصل الاجتماعي وتتعلق بالتلفزيون الجزائري عبد اللطيف القايم اللي ندد بطريقته عبر تقرير حول منعه من تغطيه نشاطات المجلس الشعبي الوطني. نشوفوا التقرير هذا ونعاودوا نرجعوا معكم في مازال حال دايل. منع اليوم الفريق الصحفي للتلفزيون الجزائري من تغطيه نشاط المجلس الشعبي الوطني. يا هذا هو. يلا واش رايكم من الجهه اليمنى؟ نقدر نشوف رايكم. عبد اللطيف هابط، تنهينا هابط، هواري طالع، من هيك هابط. باين بلي تبدا بالطالع. كان عندنا واحد طالع برك، نبدا بالطالع. وعلاش طالع؟ علاش طالع؟ شوف هذه الجرأة تاع التلفزيون العمومي انه قدر يبث مثل هذا التقرير ولا هذه التغطية حول منعه من تغطية نشاط البرلمان. انك شفتو ديجا تشوكيت، قلت اونفا ولات عندهم الشجاعة انهم ينتقدوا. لو كان كانت ماذا بيا لو كان ولو انهم متأخرين يتحدثوا على ظاهرة الكادنا ولا بأثر رجعي يعاودوا يرجعونا ويقولوا لنا واش صرا في لافير تاع الكادنا. لكن على الأقل عجبني كي شفت الفيديو كانت عندهم الشجاعة أنهم يبثوا مثل هذا التغطية. وراح نهضروا على الكادنا من خلو الموضوع عندها من بعد. عبد اللطيف القايم، وعلاش هابط؟ هابط بكل بساطة. الناس ربما كاين بعض الألفاظ نستعملوهم احنا في نستعملوا البلطجة. الشعب كاين بزاف اللي يقول بلطجة بصح ما يعرفش ما معناها الحقيقي، المعنى الاصطلاحي. الفيديو اللي شفتوه دركا هو البلطجة الحقيقية، يعني نواب اللي ربما راهم باغيين يقلعوا أحد الباءات أو أحد البلاءات كما يسميها الحراك، لكن يمنعوا. هذا اجتماع تاع مكتب المجلس تاع الغرفة السفلى للبرلمان. شوف كيفاش النواب يمارسوا البلطجة. وكان من بيناتهم مرشح ربما مراد حليس اللي هو مرشح ليكون في مكان معاد بوشارب. يعني وين واحد يساهم وهو مرشح باش يكون في على راس الغرفه السفلى للبرلمان. نعم. ويسمح بشيء كما هذا، هذا عيب كبير على كل نواب مش غير مراد، على راسهم يعني وعلى راسهم. انا نشوفوا فيه لو فوالا اللي راهو جاي هكذا. دونك هذه بلطجه حقيقيه، بلطجه حقيقيه يعني موالفين بالبلطجه. تحيه كبيره، تحية كبيرة للتلفزيون الجزائري أنا جروج وهواري اللي تشجع وبث مثل هذه الصور باش يعرفوا باللي هذو الناس اللي كانوا يحكوا البارح مع بوعاد بوشار باش يقولوا له جينا نحو هذه خليها ما تحرقهاش عبد اللطيف من فضلك. هاي كاين الفيديو نديروا نقاش مستفيد عليها. تنهينا نسمع رايك.
À un moment donné, المؤسسات, j'ai envie de te dire que ce n'est pas privé. J'apporte pas une information jdida. Les chabes الجزائري, ما راناش ندخلوا لهم لديارهم باش نفيلموهم. الصحفيين ما راهم يدخلوا لدار حتى واحد. Je suis vraiment désolée, mais c'est مؤسسة وطنية من حق الشعب الجزائري يعرف واش يصرى داخل المؤسسة ومن حق الصحفي أنه يدخل. Mention spéciale, télévision الجزائري qui a osé. Je rejoins les صحفيين معايا qui ont vraiment osé cette fois. J'imagine que ce n'est pas la première fois. Et j'imagine. Bah oui, يستاهلوا التصفيقة. La télévision الجزائري. يستاهلوا التصفيقة ماشي غير على هذه. حتى ايام تاع الحراك وقبل الحراك يعني ربي عالم الضغوطات اللي كانوا عايشين فيها عمال تاع التلفزيون الجزائري التقنيين ولا الصحفيين. تحيه كبيره لهم لانهم خداوا مصيرهم بيد الاذاعه الوطنيه. وداروا يعني الشيء اللي يلزم سيدي احمد بلونه. يعني انا عندي راي ربما كان ماذا بيا انه مادام تحثوا على الشجاعه والجراه انه التلفزيون الجزائري مليح كي تكون عنده شجاعه وجراه في هذه الامور، لكن لازم ثاني تكون عنده مليح شجاعه وجراه انه ما يظلمش الصحفيين اللي راهم خدامين فيه، راهم كل اثنين انا نوجه لهم تحيه بصح من زاويه اخرى راهم يخرجوا رغم الضغوط، انا كنت في التلفزيون العمومي وعلى بالي الضغوط اللي موجوده ثم، بالاثنين يخرجوا انا ماذا بيا هذا المسؤول اللي اعطى الضوء الاخضر والبطاقه البيضاء باش يبث فيديو مثل هذا، نعم. تكون عنده الشجاعه ايضا انه ما يديش دي سونسور ومشي واحد لانه دار تصريح لقناه تلفزيونيه ينحي له لا بريزونطاسيون من جي تي تاعو. مع كل احتراماتي ما نحوسوش على العذريه تاعنا بهذا الطريقه. احترم الصحفيين اللي راهم خدامين عندك، اعطيهم الحريه باش يتحدثوا، ما تظلمهمش. الناس اللي خدامه عندها 15 سنه 20 سنه عندها اون كارير، نعرفهم كامل دي كارييريست عنده كارير، انت تجي في اخر المطاف تحبسوا وتقول له لا الحصه تاعك لا تبث ولا العدد هذاك لا يبث، كيما كانت عندك الشجاعه. صح خلي تجوز هذا الفيديو، كون عندك الشجاعة لازم يكملوا واحترم الصحفيين يعني. القاعدة لازم تكون عامة ماشي فقط مع كل احتراماتي لا عاود نذكر مع كل احتراماتي للجميع راهم مسؤولين في التلفزيون الجزائري نحترمهم وعلى بالنا باللي قدها وقدود لكن لازم يكون دو باغ دو مونش نوفقك في الراي لأنه حتى المسؤولين تاع التلفزيون الجزائري يتعاملوا بازدواجيه في هذه النقاط بغض النظر على احترافيه عمال تلفزيون صحفيين وتقنيين ومنهم اللي تعلمنا باش نكونوا يعني بطبيعه الحال قعد مدرسه في جميع الحالات. فريد فرح واش تعليقك على الصور؟ بصح ما فهمتش رايك. انا هابط اخترت هابط لسبب بسيط كي سمعت الجمله تاع مقدم النشره يقول فريق تلفزيون الجزائري منع من تغطيه نشاط. انا نتسائل والله نشاط انا شفت استعراض للعضلات وتراشق بالكلام هذا ماهوش نشاط. على هذه اللي اخترت هابط. النشاط البرلماني اللي هو خارج مجال التغطيه بسبب المستجدات السياسيه الاخيره لانه اليوم لابيان راهي اوف. ما عندها حتى دور. راهم يتصارعوا من اجل اختيار رئيس وانا نتسائل هذا المجلس وشنو هو الدور تاعو اليوم؟ اشكون عنده دور في الساحه؟ ومن جانب الصحفي العمل الصحفي قانون الاعلام يحمي العمل الصحفي ما عندكش حق تمنع فريق صحفي عمومي ولا خاص كما قال عبد اللطيف النواب موالفين بالبلطاج هذوك خلاص النواب ولا ماشي حلبه ممكن غدوه تولي حلبه ملاكمه واضحه هذه اون لايف والحمد لله كاين فيسبوك يسجلوا غير في الصحفيين صحفي يضرب ولا الحلقه ضعيفه صح. يتضرب الشرطه يضربوه انا ما الفريق الصحفي تاع الشروق اللي تضرب زملاء في الشروق زملاء في الشروق دولة مطراك من طرف الشرطه صحيح سي با نورمال انا ادين من هذا المنبر ادين وجه كلمه للسيد المدير العام للامن الوطني من فضلك من فضلك من فضلك تعطي اوامر للافراد تاع الشرطه اللي نحترموهم اللي هما خاوتنا يحموا كل الصحفيين مش فريق تاع الشروق فقط فريق تاع الشروق هذه المره كان ضحيه ولكن على الاقل نحترموا الصحفيين واحد يرجع مكسر للدار واحد يرجع مضروب في راسه صحيح. عجز طبي وعلى الصحفيين ولا هما الحلقه الضعيفه في هذه البلاد بعد هذه الديمقراطيه الكبيره اللي حققها الشعب الجزائري نورمالمون تحمونا سبحان الله والتعنيف
والتعنيف ما عنده حتى مبرر عبد اللطيف. واليوم كما قلت كان فيه اعتداء وكان فيه بيان لمجمع الشروق حول هذه الحادثه المؤسفه. والحاجه المليحه اللي قلتها في كلامك اللي عجبتني، الامر ينطبق مش فقط على الصحفيين تاع الشروق، على كل الصحفيين بدون استثناء بما فيهم تاع الصحافه المكتوبه، الاعلام المرئي، اسمح لي، الصحافه المكتوبه، وكل صحفي في هذه البلاد لازم يعيش بالقيمه اللي يلزم. سعيد ارزي تفضل، قداير هابط. والله في الحقيقه انا ما نتفقش مع السي الهواري، لانه انا نشوف هذه الصوره غير بريئه من التلفزيون الجزائري، مع احترامي للصحفيين اللي راهم مفتقدين في التلفزيون الجزائري. حنا رانا شفنا قبيله باللي الاحصائيات الاطروه راهي هبطت في البورسونتاج، هذا واقع عادي، لانه من الحركه هذا فرزنا انه الشعب الجزائري ولا يتبع غير القنوات الخاصه، والقنوات الخاصه كل وحده عندها النسبه تاعها. لكن انا نجي لهنا باش نضرب سي عبد اللطيف عندي ذا. انا نوجه كما يقول الاخر اللوم الى المدير العام للتلفزيون الجزائري والى مدير البرمجه والبرامج المعروفين، هذو هم اخطبوط امتداد العصابه. يعني مازال التلفزيون الجزائري فيها العصابه، مازال الان العصابه راهي تخطط. كان يقول لك تابوا سي سعيد. لا ما تابوش هذو، الذيب عمره ما يتربى. هذو الناس هذو مامورين ماجورين، كانوا في العوده الخامسه، كانوا في المديريه العامه الانتخابيه، يعني كل شيء ومازالهم ماذا بيا في مديريه الانتاج. انا من خلال هذا الوسمو ادعو السلطات القضائيه تفتح تحقيق معمق مدة 10 سنوات الأخيرة، لأنه غير معقول أنه مدير البرمجة ومدير التلفزيون، لا ماشي التلفزيون، عنده دو بوست، مدير البرمجة ومدير الإنتاج والبرمجة. هذا اللي كانوا في مديرية الحملة، لا كان مدير الحملة وعنده مؤسسات، عدة مؤسسات يخدم معاهم، يخلصوا قبل ما يخرج البرنامج. هذا معروف عليها، أدعو السلطة القضائية تفتح باب تحقيق في هذا المجال. شكرا. كندا عندكم اضافه حول حبيت برك واش عجبني في مازال الحال هذا التفاعل. كاين واحد من الناس اللي شاركوا في الاحصاء، في طريقه الاحصاء راهو عطانا علاش الباهيه مثلا. نعم. علاش جات في المراتب الاولى؟ شوفوا واش يقول لك عينه البحث كان فيها 400 فرد مختاره عشوائيا. سبب ظهور الباهيه تي في هو ان عينه البحث فيها 22% من منطقة الغرب، أي 88 فرد من أصل 400 فرد تاع مجتمع البحث. هنا هذا هو السبب اللي خلى على كل حال تاع الباهية. مدير البرمجة في الشروق رشيد بودومي كنا في المغرب وسألنا شرطي منين أنتم، قال واش تخدم؟ قالوا نخدم في قناة الشروق عادي في الجزائرية. كنا في الجزائرية، سألوا قالوا نعرف الباهية ونتفرجوا الباهية. ماشي فقط هذاك المغربي الواحد، كانوا عديد المغاربة تلاقينا معاهم كيعرفونا ملي يخدموا في الإعلام. صحيح. يتفرجوا بزاف يتبعوا الباهية. الغرب الجزائري كامل يحبوا الباهية، ما يشوفوش أذواق ماشي في العاصمة برك السونتر هنايا واش نعرفوا حنايا. الغرب سي عندهم ذوق آخر اللي هو في جميع الحالات، في جميع الحالات باش نروحوا لموضوع آخر. الارقام ماهيش مقدسه، العينات صح. لازم يكونوا ابارتور دو 10000 ارقام ماهيش مقدسه، التقارير هذه ماهيش مقدسه، وفي جميع الحالات هي قابله للنقد. يعني صحيح. لازم نديروا حصه عليها يونس بيان سور، وعدنا الناس يعني ولازم نديروا حصه باسكو ما من يعلق ماشي شرط يكون هذه هي الحقيقه المطلقه. نقول لك حاجه، نقول لك حاجه لازم نبرمجوا حصه في الاسبوع الاخير تاع شهر رمضان، لانه راح يكونوا عندنا تقريبا صحيح. كل التقارير صحيح. ونقدروا نحكوا عليهم وتاع كاع المعاهد اللي كاينه في الجزائر، ونقدروا نديروا حوار مستفيض. راح نروحوا لموضوع اخر، ما نقدروش نروحوا لحوار اخر قبل ما نديروا فاصل تحت تصفيقات الجمهور. الموضوع الثاني يتعلق بما حصل اليوم في المجلس الشعبي الوطني البارح. يعني البارح كي كنا الاربعاء صبيحه على الاربعاء، دخلوا النواب لعند معاذ بوشارب للمكتب تاعو وقالوا له لازم ترحل. شوفوا معنا الفيديو نعود نرجع. انا رايح كتله، هذا رايح التحرير الوطني، كل مراقب معاك،
احسن من نهضر معاك. تقدر دير لي نوصل وانا نهضر معاك. ما نهضرش معاك. ما تسجلش معايا. اسمع خليني نكمل. انا درت خليني نكمل. تعليل وطني. خليني نجيب تعليل وطني. انت باش تجيب تعليل وطني. تسمع نهضر معاك. والله لا تخسر اليوم. اروح لعبة تخرج اروح لجنة تحقيق وشرح النوتين الاف بناء طيارات مشتريها وثلاثة كبيرة ورجينا على جهة الفساد تاع المجلس. ثم جيتوا على جهة جينا على جهة الفساد بعد ما كيف لك ما فهمش راكم تصفقوا على معد بوشارب ولا على النواب؟ على كادنا ابارام. كيفاش كيفاش الروج؟ كيفاش الروج؟ يروح الروج يروح اروح 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 والله غير جي اروح يا اروح اكتب خويا اروح روجي قول لي هاك الميكرو هنا على واش راك تصفق؟ اروح اروح قولوا يتنحاو كاع روجي في دال تاع مازال الحال اتصفق على بوعد بوشرب وعلى النواب من الاخر يعطيك صحة يعطيك صحة تصفق على روجي وعد بوشرب قلنا دخلوا له النواب المكتب تاعو وحتى قرر النواب رئيس المجلس الشعبي الوطني ورؤساء اللجان والنواب هم وحتى المقررين انهم يجمدوا كل نشاطات الهياكل لغايه انسحاب معاد بوشهرب. عبد اللطيف لازم نبدا بك يا خويا وعلاش؟ شوف في زوج في زوج يعني زوج حاطين هذه كانت طار بروتال تكميلو تكميلو طار منين بروتال ما باليش شكون يعرف يركب بروتال انا اخلاص حميطوش تعرف تركب بروتال خلاص ما تنجحش قضيه البروتال يقدر يطير عادي ضربك بعين خويا ان فوجاس يطير بروتال خلاص معليش ضربك بعين عبد اللطيف يلا قول لنا وعلاش بصح ما رفدتش شوف يونس تعرف علاش رفدت هابط لانه كما تدين تدان شفت لقطه صعيبه بزاف بزاف معاذ بوشارب نهار اللي سالته الصحافه على بوحجه قال باللي ما كاش منها ما ناش راح نطيروا بوحجه هذا مجرد لغط اعلامي. اليوم في اللقطه نشوفوا المترشح نعاود نرجع ليه دائما مراد حليس المترشح اللي راهو المرشح بليطو من قوى غير دستوريه انه يكون في بلاصه معاذ بوشارب كان من الاوائل اللي واقف قدامه هو يتفرج والنواب يبيكيو في معاذ بوشارب بالرغم انه معاذ بوشارب مرغم انه يشرب العلقم يشرب من الكاس التي شرب منها بوحجه هذه الاولى. ثانيا وباختصار سمعنا اخر كلمه قالها واحد النائب احنا جينا اليوم باش على جال الفساد اللي راهو صاري في المجلس يا ريت لو كان نقل الليسوسي تاع الحراك الانشغالات تاع الحراك لانه الناس راهم يطالبوا معاذ بوشارب باش يتنحى انه هو مش مقبول ويمثل مؤسسه غير شرعيه موش على جال الفساد وهنا نشوفوا باللي الممثل الشعب هذا اللي سواجي زو اونتر غيومي بعيد جدا عن مطالب الحراك. واضح الفكره يعطيك صحه. انا ما فهمتش حاجه والله لخاطرش معاذ بوشارب نفس الشخص في اول يوم تاع الحراك قال صح النوم قال صح النوم ياك مانيش غلط ما فهمتش هذا التشبث اليوم بعد نورمالمون الواحد يحشم ولازم يستقيل هو ري حمزه قدر يتنحى وكاع انت وتنهينا كرشوش اسمح لي برك انا ما عنديش باش نخلي هو يستفيد فوالا كاينه حاجه برك بالعامية احنا نقولوا وجهه صحيح لو كا وجهه صحيح تو سامبلومون واذا كانت تنطبق هذه قال ما تنحاش حتى تجيني اوامر فوقيه شكون اوامر فوقيه اما اوامر هو صراحه قوى غير دستوريه جيب سجن البلي لا 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 ما قوى غير دستوريه اللي حطاتو وين راهو تجي باش تنحي وين راهو ما كانش تليفون هو اللي تعرف قبل ما انا كومبريك سي تي دي ماريونيت مي ا سو بوين اول واحد كاين بروفوكا الشارع اول واحد اللي استفز الشارع هو معاد بوشارب بالحفله تاع لا كوبول وكاع تشفى اكزاكت صحيح كاع تشفى سيتي وهران لا غريدي وهران من بعد اليوم واش راه يدير معاد بوشارب صاحب المقوله في فري صاحب المقوله الشهيره انه 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 بوتفليقه بعثه الله على بعثه على راس هذه الامه
ماشي داك تشوف فينا سي معاذ بوشهرب خلاص تفضل هواري. انا ما مكثرنا التحليلات واش نتوقعوا من سلوك واحد افلا مش الا هذه المشاهد. انا ما نتصورش واحد لفلا يدير حاجه بها نقاش حوار ديمقراطيه لفلا. هذا هما لفلا الجزائر الجديده ما لازمش يكون فيها لفلا. ما نتصورش جزائر ديمقراطيه لان نتصور فيها لفلا. صح 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 ما تصحش لفلا ما تركبش ما تركبش تقريبا كما قال بالقايم نفس الكاس شرب منها. فكر اللي كان يهضر معاه بورياح النائب اعتقد تاع رئيس الكتله البرلمانيه تيرت تيرتي هذاك هو اللي كان يدير بروسه ويشيت كما نقولوا بالعاميه البوشهر بنهار اللي لافير تاع الكادنا. تقريبا هو اللي قاد مع هذوك النواب الكادنا هما اللي يطيحوا بحجه بذاك الاسلوب تاع البلطقه اسلوب تاع الشارع للاسف لصق بلا فلان. ولو ان بوحجه اصلا ثاني ما قلناش بوحجه لا يستحق ان يكون على راس الطريقه. شوف الطريقه اللي داروها طيحوا بها بوحجه ولات سلوك مش سلوك في البرلمان برك. انا شفنا بلديات يغلقوهم بالكادنا مرافق بالكادنا جامعات بالكادنا يعني هذا السلوك ولا في المجتمع جامعات بالكادنا جامعات بالكادنا ثالث مؤسسه في البلاد ولات شغل بلديه. تفضل سي سعيد ارزي كداري تنحاو كاع ما نحبش نستعمل كلمه هابط باش بالك شيخ نوي يقول لك ديسلايك ديسلايك الرداء يلا والرداء لازم تتنحى. باش تنحى الرداء لازم يتنحى هذا البرلمان. انا نحيي هنا روح الفقيد عبد الحميد مهري الذي تكلم عن الرداء. هو انسان سي ان فيزيونير عنده نظره استشرافيه. ها وين الحق الافلا كي داروا له الانقلاب العلمي. نعم هذاك الانقلاب العلمي ماشي علمي تسمى عباره لا عباره عن نظريه نظريه جاهليه لا نظريه جاهليه دارها حجار في هذاك الوقت انقلاب الجاهلي في تونس. ولكن هذه النظريه تطورت 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 طلعت حتى خرجت لنا المتحولون ظاهره الحرباويه. هذو يتلونون هذو يعني يكونون يعني تعطوا لا انا كانت عندي الشجاعه الاخلاقيه والادبيه والسياسيه. نعم ها عندما تنحى بالطريقه المهينه سعيد بوحجه كنت نضرب ما نكونش نضرب في لومبيلونس كنت نضرب في سيميرومورك اون فاس هذا بوشهرب هذا نضربه في عده قنوات في عده بلاطوات. كنت نقول باللي هذه طريقه راهي تخلي الاجيال اللي جايه يعني تضحك على هذو الناس اللي جازوا على البرلمان تضحك ولا تحشم تضحك عليهم. لذلك انا نشوف باللي هذا السيناريو اللي وقع في مكتب كانت عندي معطيات البارحه. نعم انا البارحه الاربعاء هيك كانت عندي معطيات قبل ما يدخلوا لعنده باللي كان مجموعه راحين يدخلوا ولكن هذو المجموعه كان يمشي فيهم موش رئيس الكتله كان يمشي فيهم مراد حليس هذا اللي راهو داير في راسه باللي هو الامين هو رئيس المجلس الشعبي الوطني. طيب وش الفائده انه يكون الرئيس المقبل والبرلمان في جميع ولكن الحالات سيحل مع انه هذا هذا قال لك اذا لم تستحي اذا لم تستحي فلن نتركك ان تصنع شيئا. هذا الانسان دخل السياسه في 2015 كان في الباركينج تاع المؤتمر العاشر الافلان في لاكوبول. شكون هما دخلوا السياسه واش داروا كان في الطوموبيل جا عنده واحد مسؤول في العاصمه بالنور جا عنده كريم أيوة. بالنور جا عنده عطى له الباج صحيح باش دخل وكي عطى له الباج دخل وكي دخل لقى روحه في الكوطه اللي حطها الامين العام سعيداني ثم بهالسهوله ثم هو كان يعني ما نقولش لو برادروا الظل تاع ناصر بوتفليقه في الباسيو وين يديروا الصفقات نتاعهم وكذلك وشنو هو الباسيو بالك الناس الباسيو هو ريستورون تاع واحد مجاهد سي كريم نحيوه. هذا الانسان هذا دخل معه شريك الوافي ولد عباس وقال له دخل معه بالقوه افيك ان كابيتال دو 35 مليون 3 ملايير و500 ولكن ما دخلهاش داخل سنيه معاه ما دخلهاش وجاب له كونسيسيون 99 سنه ومن بعد خرجوا هو اللي ولا يسير هذا المطعم هذا والمطعم هذا كي ني با تري لون دو ميتريس دوستوري اوسي المطاعم التابعه اللي قعدوا في الفلان غير دوستوري قعدوا في الفلان مي لي ديطاي يعطيك الصحه عليهم لا دي طيب احنا ديطاي مهم جدا مهم جدا بصح ولكن نروح نسمع الراي تاع فرح ولكن هذا نكمل برك هذه تفضل انه هذا الانسان هذا دخل في القائمه تاع العاصمه كان في المرتبه 11 في القائمه تاع العاشره لا 11 داو 10 مقاعد اللي داو سي خاوة هو اللي جابو هو اللي زكاه عند لانه طلع وزير لانه وليد الولايه تاعو من باتنا فهمتي اذا ومن بعد دار عليه طلع وزير طلع اوتوماتيك جيد واضح أيوة واضح الفكره نزيد نحكيو لا نزيدو نحكيو عليها سي سعيد نعم راك عطينا ارقام واسماء بالضبط
يعطيك الصحة. لا نتكلم على فراغ. بارك الله فيك. هذا مكان. سي فرح. أنا خيلت هابط نفس السبب اللي قلته من قبل. الشيء اللي شفته في الصورة هذه يعطينا علامة سبليمونتير، علامة أخرى على حالة الإفلاس اللي موجود فيها لفلان. لفلان راهو في حالة إفلاس سياسي. الأخ تكلم قال لك لفلان ما عندوش مكان في مشروع ديمقراطي هكذا. وصديقي إزري إرزي حكى على مهري، أنا حضرت يعني في في 95 على ما أظن استقال مهري 95 فترة في 96 حضرت انتخابات تاع تجديد رئيس اللجنة المركزية. والله انتخابات ديمقراطية اللي شفتها في حياتي في لوتيل سان جورج بين مترشحين. انتخابات اكثر ديمقراطيه. انتخابات واش من العام هذه؟ 95 تاع بن حموده. بن حموده كي بن حموده خدا مكان امين عام مكان مهري. نعم. تم عن طريق انتخابات بالورقه وتحلها ويشوفوها ويسجلوها. انتخابات يعني ديمقراطيه. وانا الشيء اللي ياسفني اليوم كي نشوف هاد الصور، اغلب الناس اللي كانوا موجودين في الصوره شباب صغار من بوشارب وهبط. يعني كيفاش الشيوخه كانوا احسن من الشباب؟ يعني هم في الصوره ماشي شباب، يعني لا جينيراسيون ماشي تاع ماهيش جينيراسيون كبيره، يعني ماهمش مجاهدين وماهمش بصح ديناصورات. بصح ديناصورات الافلام المجاهدين كانوا يخيروا، كانوا ينتخبوا ويخيروا الرؤساء الكتل عن طريق الانتخابات. وهنا باستعراض العضلات وبالكلام ممكن الفاحش. هذاك لفلان لفلان لازم ترجع البيوغرافي تاعهم. كي ترجع البيوغرافي تاعهم هذو اللي جا شحال في عمرو بوشارب؟ ماشي مشكل تاع بوشارب. بوشارب شحال في عمرو؟ اغلبهم جا من التنظيمات الطلابيه، كبروا على البطاقه الجامعه وزادوا نقلوا البطاقه للبرلمان. راه زايد في 71 وينتظر في رنة التليفون باش يقدم استقالته. الله كل الشعب يطلب منه الاستقالة. الرنة تاع التليفون صرات كل جمعة، لكن كل جمعة تليفوني ولو ملايين تليفوني ولو كل جمعة أبارامو لا لين راهي اون ديرونجمون. تليفون ماهوش يصوني دونك حاول شي يدير. سيد احمد بلونا خليتك مع الاخير خاطر شاكره في القلب. وعلاش القلب هذا يا هل ترى؟ تبع برك مليح معايا تفهم. تبعك ما تقطعوش برك. احنا دائما كي تتلف الامور نعاودوا نرجعوا للدين تاعنا. اي ولا لا؟ صح. الانسان خلق الانسان ضعيفا. هذا نبي من الانبياء سيدنا ابراهيم. سيدنا ابراهيم يتحدث مع الله سبحانه وتعالى يقول وري لي كيف تحيي الموتى. واش قال له؟ أولم تؤمن؟ أولم تؤمن؟ قال له لا، ولكن ليطمئن قلبي. هذه حاجة. حاجة ثانية، لما الواحد يحير عليه الأمور واش يدير؟ بالعقل على يونس يدير صلاة استخارة بدون مقاطعة يا عبد اللطيف. يدير صلاة استخارة. واحد كي تلف له الأمور يروح يدير صلاة، يروح يدير صلاة استخارة باش ربي يعطي له ربما بعض المؤشرات، يعطي له ديزانديكاتور اللي يخليه يشوف كي ياخذ هذا الموقف ولا ياخذ هذا الموقف. حنا رانا نشوفوا الله سبحانه وتعالى راه يورينا باللي كي قلنا يتنحوا كاع ما غلطناش. هذا الناس اللي راهم يشكوا يقول لك يا ودي يتنحوا كاع هذه ما كاش منها، ما انا ما غلطناش. لانه انا يعجبني الحال كي نشوف امور مثل هذه نطمئن نقول والله ما غلطش. كي قلت يتنحوا كاع وكي خرجت في من الجمعه تاع 22 وكي تضربت وكي صرا فينا واش صرا فينا ما غلطناش. وعجبني الحال كي نشوف مؤشرات كيما هذه. كي يقول لك الله يقوي الباطل باش يبان الحق. هكذا سيد احمد كيقول لك الله يقوي الباطل باش يبان الحق. صح. يعني لازم نشوفوا مثل هذه المظاهر باش نشوفوا على الاقل باش يطلع الوعي. باش يطلع الوعي. صح. جيد. صح. نروح الموضوع واحد اخر. فهمتني؟ فهمتك جيد. اصلت القضيه. صلب القضيه وهذا ربما الناس راح يتفقوا معك. انتم لا تشوفوا فينا في اش ديلي بعثوا لنا الهاشتاغات تاعكم تاع اش ديلي ونقراوا تعليقات. راح نروحوا لموضوع واحد اخر والامر يتعلق ب المحاكمات. انتظار الوزير الاول السابق امام المحكمه العليا لاول مره في تاريخ الجزائر. مع بلاش اذا عندنا فيديو ولا عندنا اوف اللي نشوفوه ما عندناش، لكن عبد اللطيف وسعيد ارزي عبالي راح يتعلقوا بزاف حول هذه النقطه. الوزير الاول السابق احمد ويحيى
منتظر أمام المحكمة العليا كما قلت لي أول مرة في تاريخ الجزائر. والسؤال اللي راح نرفقه مع هذا الطرح، هل المحاكمات هي مكسب طبعا للحراك بدون تردد؟ هو مكسب للحراك. دوك كاين طوندونس يعني عدميه راهي تقول يعني حتى حكم مسبق، الناس مازال ما جوجاوش، راهم في مراحل التحقيق في مراحل الاستدعاءات، الناس مازال ما تحاكمتش. انا باش نحكم على هذه القضيه لازم نشوفوا المحاكمات ونشوفوا لي فيرديكت، يعني نشوفوا الاحكام ماذا ستكون عمليا مبدئيا بشكل عادي ومنطقي. مكسب كبير جدا ان تدخل رؤوس العصابه الى السجون على ذمه التحقيق. الان الوزير الاول احمد ويحيى شيء تاريخي كبير، شكون اللي كان يقول باللي احمد ويحيى تحت حكم بين قوسين رئيس دوله من الاراندي اللي هو بن صالح يتحاكم امام المحكمه العليا بسبب يعني اتهامات خطيره، من امتيازات غير مبرره للغير، الاستفاده من اعوان عموميين، يعني ابرام صفقات خارج التشريع، يعني تهم كبيره وخطيره جدا مقارنه بالمنصب تاع الشخص المتهم اللي هو احمد ويحيى. مانيش عارف البرنامج تاع مازال الحال تحصل على وثيقه هامه وهامه جدا. تعرف احمد ويحيى بعد نشوفوها اذا راهم موجودين التكنيك، يلا عطونا الوثيقه اللي تحدثت عليها عبد اللطيف القايم. تعرف احمد ويحيى لا فوالا، تعرف هذه شنو؟ تعرف هذه شنو خويا يونس؟ شنو هذه؟ فهمنا. هذه لا كومبوزونت تاع السي ان اي كونسي ناسيونال دانفستيسمون بعد الاسبوع الرابع للحراك. هذه الوثيقه اكسكلوزيف، يعني 22 اول مارس 8 يعني مارس 15 مارس صحيح 15 مارس يعني بعد الاسبوع الرابع للحراك، ويحيى يكونفوكي مجلس وطني للاستثمار باش يبرمج تحويل 250 مليون دولار. سمعوني مليح، 250 مليون دولار تتحول في قلب الحراك، يعني بعد شهر من الحراك، وين حنا بحينا نعم. ونقول لهم دراهم راهم يتحولوا من اجل ان بروجي كي نو كوت با. وشوفوا الوثيقه هنا عبد اللطيف، فوالا كي نو كوت با بلوس دو 10 مليون دو دولار تاع سيارات. جو فو با سيتي دو نو ولا واضحين في الوثيقه فوالا. ديروا بوست تلفزيون تشوفوا كيفاش ويحيى يستدعي 12 وزير في الحكومه فقط من اجل تحويل اموال الى الخارج بتضخيم فاضح. هذا يعني بمعنى اخر بتعبير اخر شموها قرصه هذاك الوقت. طبعا تهريب، يعني كان كاين ان اشارنمون كونتر لو تريزور بوبليك، يعني تحرش كبير بالخزينه العموميه. سا سي غراف، وبغينا نقولوا ما يتحاسبوش. ولماذا هذه العداله الانتقائيه؟ حتى لو تكون عداله صافيه 100% رايح تكون عداله انتقائيه، رايحين يجيبوا اللي دار. طبيعه الحال انا احيي كثيرا واشجع القضاة باش يتحملوا مسؤولياتهم التاريخيه. الشعب راه يشوف، وكل الجزائريين معاكم اذا خدمتوا خدمتكم. واضحه عبد اللطيف باش ما ناكلوش الحق تاع الضيوف تاعنا. سعيد إرزي تكلموا حول المحاكمات والحساب، هل هو تشوفه فعلا مكسب للحراك ام العكس؟ هو يعتبر مكسب. انا على كل حال الحمد لله كانت عندي الشجاعة ثاني انه هدرت على الوزير العدل السابق لوح كي كان وزير العدل، هدرت عليه، هدرت على الطريقة كيف يسير، هدرت كيف يضرب التليفونات، وهدرت على القضاة اللي كان يعني اللي زا مارجيناليزي باش ما ياخذوش الدوسيه باش يركدوا الدوسيات، وتكلمت على قاضي من القضاة اللي الان نحيوه وراه على راس الهيئه الوطنيه لمحاربه الفساد التابعه لرئاسه الدوله رئاسه الجمهوريه، وهو القاضي طارق كور اللي كان اصغر قاضي في رئيس المجلس الجزائي او القطب الجزائي لقسنطينه، ثم ما دخلش معاهم في واحد الدوسيات، رموه لورقله، من ورقله ضرب بشحال ضرب، خرجوه قالوا له 24 ساعه لازم تفرغ السكن الوظيفي تاعك، ادوه الى عين مليله. هذه من الاطارات، يعني الاطارات هذا الحمد لله نفض يعني الغبار، نفضوا له الغبار واخرى. هذه انا هنا نحس باللي كان اراده انه العداله هذه راهي تحرت
من جهه اخرى نعم. احنا انا ما نزيدش واش تكلم سي عبد اللطيف، لكن انا نولي للشخص اللي رايحين يديروا ثالث هضرنا على الفساد السياسي تاعو، اللي راهو يحلم انه يكون رئيس المجلس الشعبي الوطني، هذا عنده دوسيات تاع فساد كبار يا جماعه. هذا اولا عنده التنافي مراد حليس عنده التنافي في المنصب، ما عندوش الحق يكون عضو في البرلمان اول حاله نديد بها في البرلمان، وما يقدرش يكون عنده منصب، هو لانه رئيس الغرفه الوسط الجهوي، عنده اكثر من 12 ولايه، هو اللي مسؤول على القضاة والموثقين، فيها اكثر من 800 موثق، واوتوماتيكمون اليا الي فيس بريزيدون تاع الغرفه الوطنيه للقضاة، ليس من حقه ان يكون نائبا ويكون ثاني يمارس هذه. ثاني انفراكسيون اللي دارها سي حليس وشنو هي؟ نعم. انه ما عندوش الحق يمارس المهنه تاع الموثق. واش دار؟ دار مؤسسه مدنيه مع موثقه، ولكن ربما الاخوه عطينا لهم لابون كارت هذيك اللي علقها في البيرو تاعو، ما زالت ثم السيد فلان 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 موثق ما زال يمارس هذه المهنه. وكذلك من اللي كان على راس هذه الغرفه الوطن الجهويه للموثقين عمره ما دار لا تقرير ادبي لا تقرير مالي، تدخل الغرفه دار لهم ورقه قال لهم ممنوع منعا باتا أن واحد يدخل من اعضاء تاع الغرفه الجهويه يروح يشوف الدوسيات ولا اسمه. زيد نعطي بالارقام لانه لغه الارقام مهمه باش تعرفوا باللي كاين موثقين طلابين يخدموا غير البروكيراسيون يدي 250 الف وزمو، وكاين موثقين يضربوا بالملاير مع لا ديال كاين لا ديال كاع لا ديال خدم اكثر من 15 ولا 20 الف عقد لكل وسمو يسقى ما شحال 15 مليون ضربه الفافوري هذو الموثقين الفافوري ال بي بي اكثر من 800 ولا 900 شقه. وهو اللي دار المارشي تاع اف ام بوست اللي تابع لوزاره التشغيل. من جهه اخرى هذه ثاني نقطه مهمه جدا باش يعرفها الراي العام انه هو اللي كان موثق ومازال موثق تاع ابن شقيقة الرئيس المستقال او المقال او المطرود اللي راهو دوك هارب راهو في اسبانيا، اللي شاد اللوبي اللي شاد المونوبول الاحتكار تاع اينو ميديا لي بانو بيبليسيتير، كان يمشي هنايا اكثر من 20 رئيس بلديه. الناس ما تعرفش نعم بن منصور كريم بن منصور اللي هرب هنا يروح معاه يستعمل النفوذ تاعو لانه عضو في الشعبي الوطني يروح رؤساء البلديات، وكان يستعمل النفوذ تاع رئيس لجنه القانونيه، وكان يمشي للرؤساء البلديه يضغط عليهم باش يدي قري بالتراضي يدي المساحات الاشهاريه التي تدر لهم بالملايير. طيب من بينها قضيه سعيد تيليكوم راهي 1300 مليار. سعيد باش نعاودوا نولوا النقاش الخلاصه تاع القول، لازم يتحاسبوا انا بالدرجه الاولى ما نطورش خويا. تفضل نقول لك حاجه قبل ما نطيحوا على رجال الاعمال باش ما نكسروش لا كادونس ايكونوميك لا ديناميك، لانه انت تغلق لوزينات تغلق وسمو رايح البطاله تدينا الى تكون عندها تداعيات اقتصاديه، كاين افات اجتماعيه طلاق وكذا. نبدا من الفساد المالي السياسي لانه كاين رئيس الوزير الاول وزراء ولات راهم بالملايير، ولادهم هما اللي داو المونوبول تاع الشركات، هما اللي داو لي كريدي بالملايير. لازم يعرف الشعب الجزائري بلي المال الفاسد راهم السياسيين باش يديروا الان. واضحه الفكره عليها. ومخيطه مليح الفكره. شكرا سعيد ارزي. فريد فرح نفس النقطه، المحاكمات والحساب هل اليوم ضروري في هذه المرحله بالذات؟ طبعا هو لازم اولا المحاسبه مكسب لكل الشعب الجزائري. ثانيا لابد ان تكون محاسبه، لكن ما تكونش بالسنفونيه تاع تصفيه حسابات فقط. تكون بسنفونيه حمايه المال العام وحمايه ممتلكات الشعب الجزائري وممتلكات العامه، ما لازمش تكون على سنفونيه تصفيه حسابات. انا الشيء اللي حيرني وزير اول عليه يروح المحكمة العليا وما يروحش المحكمة الابتدائية كما انا وانت. هذا يعني سؤال قانون لازم بالقانون امتياز القضائي يعني في اي بي القانون في اي بي موجود. هذا هو القانون. علاش رانا نديرو في الجمهورية الجديدة سي فرح؟ باش على الاقل نكونوا سواسية امام القانون. انا ضد فكرة الحصانة. الحصانة ينبغي ان هذه اللي لازم تتنحى كاع باش نكونوا كلنا سواسية امام القانون، برئيس الجمهورية الى اخر. كاين بزاف ناس، انا هذه الفكرة طرحتها، كاين بزاف ناس يقول لك فيها شعبوية. لا ما فيهاش شعبوية، لانه لا ديننا
ميز بين الناس ولا 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 اسلافنا ميزوا بين الناس. علاش كاين النواب اللي تجبروا؟ كاين النواب اللي تجبروا فقط بالحصانه. قتلوها الناس قتلت بسبب الحصانه. بسبب الحصانه صح. السياسيين هما اللي داروا الحصانه. معليش وليد القليل، وليد القليل اللي يدخل الحبس، وليد المرفه باباه عنده الحصانه. كما قال لك هواري كان اللي قتلوا باسم الحصانه. خليني خليني برك نكمل الفكره تاعي. قبل ما نروح سيدي احمد الاولى. قلت لك سيمفونيه تصفيه الحسابات ما لازمش تكون لان تخلق مشاكل اخرى. لكن الشيء اللي لازم الانسان يفهمه والمواطن يفهمه انه عندما وزير اول يروح في المحكمه في قضيه تسيير ولا قضيه حوكمه الشيء اللي يقلق هذا التكاثر تاع القضايا لا يطرح في الحكومه معناه كنا عايشين في جو وين ميكانيزمات المراقبة غير موجودة غائبة تماما غائبة تماما مع انه كان فيه ديوان قمع الفساد وفيه شرطة وفيه قضاء وفيه يعني عدالة وهذا الشيء اللي يخليني نقول بلي ما شافش حاجة ميم لا غوفرنونس ما كانش يا با يو غوفرنونس شهدوا نيار كامل بريمي مينيست الدولة ان بريمي مينيست نديه المحكمة لأنه اجتمع ومد وخدا قرارات غير مطابقة مع مع المعايير الاقتصادية سي فريمون تري غراف هذا واش نقول لك معليش فو ميو طار كو جامي سيد احمد بلونه يونس واش رايك في المحاسبه؟ انا نامن بحاجه واسمها الصحافه الاستقصائيه جيد عبد اللطيف بالقايم جاب وثيقه شفناها سعيد ايرزي تحدث على حقائق الوثيقه جابها يونس معليش انت تحدثت عليها انت تحدثت عليها تحدث عليها عبد اللطيف بالقايم بالوثيقه سعيد ايرزي تحدث على امور عاشها وشافها خويا جسري فوس نوت لو كان نزيد عليها واش قالوا ما واش قالوا كفوا بين قوسين سي يونس بين قوسين مازال ما سمعنا انا الغرفه الغرفه الجهويه لان ما نتكلمش على فراغ انا درت اجتماع مع اعضاء الغرفه الوطنيه واعضاء الغرفه الجهويه للموثقين درت معهم اجتماع وديت الوثائق اللازمه وعندي كلش هذه شكرا سعيد ارزي هواري حمد في البلاد هذه كاين زوج صوالح ما يخلعونيش البلطقات على فلان والفساد اللي موجود في ذي البلاد يعني اشياء ولات من اليوميات تاعنا الفساد مهما يقول ازري ومهما يقول بالقايم على بالي ارزي 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 مهما قالوا على بالي كاين ملفات اكثر من هذه الفساد ولا رياضه كما قالوا رياضه شعبيه رياضه وطنيه كل يعني من الدوله من الفوق الأسفل الإدارة تحت كان موجود هذا الفساد والملفات بالك لا تخرج ما تمثلش حتى 0.1 مما هو موجود الفساد في الدولة نرجع للمحاكمة تاع ويحيى حقيقة شيء جميل جدا نشوفوا هذاك اللي كان شايف روحه تقريبا رب في الجزائر هو اللي قرر كان يستغبي الشعب لطيله سنوات كلنا قاعد دراهمنا المؤسسات تفلس اصبر ما ننساوش واحد النهار قال باللي الشعب فرحان كي فرحان كي خرج بوتفليقه وانتم ما تعرفوش تديروا المسيرات ما تنساوهاش يا جماعه وما ننساوش قال لك انتم ما تعرفوش تديروا مسيرات ايوا في 2018 ومن بعد عام خرجت الناس وبعد تهديد وبعد تهديد وهددنا معليش انا ذيك الصوره تاع كيف داخل رافد الكابه ومذلول كنت حاب نديرها وندير كادر في الدار نصورها ونحطها لان مومون تقريبا مشهد صحيح ما كناش نتصوره من قبل شكون كان يتصور صحيح ويحيى داخل المحكمه بذيك الصيفه ورابط كرطاب وسياره عاديه والشرطه يشوفوا فيه بذيك الخزر يعني الاعوان تاع الشرطه يشوفوا فيه بنظره هواري معليش وحده كاين القصه تاع سيدنا ابراهيم كي قالوا لي اطمئن قلبي انا ماذا بيا ثاني يتحاسبوا كاع كاين بعض الناس اللي لحد الان كما فيسبوك يقولوا المنجل مازال ما لحقوش ماذا بيا نشوفهم ايضا داخلين في ذاك المشهد تاع ويحيى وتكون نتفاداو حتى يطمئن قلبنا باللي صح كاين عداله مستقله وكاع الناس راح تحاسب بنفس وهذه النقطه اللي حبيت تجي لي عبد اللطيف القايم هو ري حمزه العداله راح تاخذ مجراها احنا ما راناش هنا باش نديروا محاكمات للناس بالعكس رانا نحكوا على احداث اللي وقعت فاذا ويحيى ولا اي واحد اخر ثبت عليه فعلا انه كانت فيه قضايا تاع فساد يا خويا يستاهل الحبس اذا العكس ذاك الشيء فخلينا يتحاسبوا كاع يتحاسبوا كاع هذه واضحه فانا وش غني الحاسد احمد وانت تكلمت على نقطه انه هذه القضايا وهذه الامور الناس تخرج بالملايير من البنوك الناس كانت يعني ويحيى استعمل لو تيرم اللي تشفاو في 2011 2012 انه دراهم ما ينصرفوك شغلا كاباري ناسيونال هاو لو تيرم كيفاش تعملوا هذه كانت في 2011 على ما اعتقد اليوم بعد 20 سنه رانا نعيشوا مجازر حقيقيه في الاقتصاد الوطني في الوقت اللي عايشين ازمه اقتصاديه والشعبي المواطن البسيط مسكين اللي ما لقاش ياكل اللي ما لقاش خدمه ما يلقاش خدمه يعني عبد اللطيف صرات يونس يونس انا تعرف دوكا جاني يعني فضل. مصطلح في راسي سامحيني هنا باش ندير كلمه ما هضرتش هولوكوست مالي وسياسي هولوكوست مالي محرقه محرقه تسبب فيه بوتفليقه
طيلة 20 سنة. هما كوست مالي وسياسي كبير جدا. تعرف بوتفليقة قالوا له الاقتصاديين في هذاك الوقت قالوا له انت يعني ما قالولوش مباشرة ولكن همسوا انت مهبول. يخرج بن بيتور يخرج يوزع الأموال في الولايات كما صح يعني وكأنه مظهر شعبوي كبير وكأنه رانا في عرس يمد الأموال خارج الميزانيات المدروسة. عشنا بالألفسي بالألوات فينانس كومبليمونتير بقانون مالية تكميلي سنوات نديروا دراسات والمشاريع تنطلق ومن بعد نعاودوا دراسات. نحينا وزارة التخطيط والإحصاء القلب النابض لأي سياسة رشيدة وحكيمة. وكنا نقوله في نفس الوقت هذا الرئيس رشيد هذا الرئيس حكيم. وكان يحيى يقول لنا سقس روح كان يقول للقنوات الأجنبية روحوا ديروا دي سونداج مع الشعب الجزائري وتعرفوا باللي الشعب سعيد سعيد لترشح الرئيس. أنا السعيد خويا بالك ربي يخلص كل واحد اللي يحسب الجزائر تاعه ورزقه وتصرف في اموال الشعب الجزائري بغير حق. تين هنا تفضلي جو بونس كو ديجا كو ما عندي حتى حاجه نزيدها كما قالت سيدي احمد على كاع واش قالوا. لا 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 واش قالوا كامل بارقام بوثائق اي تو. باغ كونت كاينه حاجه سي فري المحاكمه شيء مهم جدا وما نقدروش نخلوهم يفلتوا هكذاك. دايوغ كنت قلت مقبله واحد الكلمه واحد قال لك قالوا لعبد اللطيف باللي كاين بعض من هاد السياسيين اللي راهم مراد وان شاء الله ما يزيدش عليهم الحال حتى يتحاكموا حتى يدخلوا الحبس وحتى يعيشوا هذيك المحنه. جو سويت فريمون كما يقعدوا بخير وبصحتهم ان شاء الله حتى يشوفوا الحبس ويشوفوا الحبس هذاك اللي راهو يشوفوا فيه لي جون تاعنا اللي راحوا ولاو دي ديلانكون وداروا. كاين الناس اللي راهم في الحبس بور دي بتيت باغار تاع دينير تاع الهم تاع الدمار اي تو. بون سا سي ان سوجي يتحاكموا ان شاء الله يتحاكموا. باغ كونتر اوجوردي لو بلوز اورجون لو بلوز اسونسييل سي با كنشوفوهم في الحبس سي با كنشوفوهم في محاكمات هكا في التلفزيون. لو بلوز امبورطون سي نبنيو بوش خلاو ميم سي خلاو لنا بالك خلاو لنا دمار خلاو لنا زوج حجرات محطوطين فوق بعضهم. اليوم لازم نكملوا هذوك زوج حجرات مور ما طردت هيروشيما 20 جوغ ابري الناس خرجوا وبداو يقراو اكزاكتومون وبداو يقراو كل بره. دونك اوجوردي يتحاكموا ما يتحاكموش لا صاصي جوتين هنا صاصي جوتين هنا. سمعوا شوفوا انتم اللي تقولوا تنهينا ما تنهينا شوفوا تنهينا كيف عريتي لا مي سيريوزمون الفو ترافاي ميتنون الفو كنخلوا هذا لو بتي كوتي نشوفوا واش راهو يصرا ونتبعوهم وما نخليوهمش روجي ويصفق روجي كرونيكر خالتي روجي دي كرونيكر كاين دقات تقريبا نقطه. كاين هذاك السرقه المقننه والمقنعه تاع الاستيراد مثلا تاع السيارات الشيفر تاع قطع الغيار قريب 3 مليار دو دولار. هذه تقريبا كلها سرقه باسم اقامه مصانع باش تقويه النسيج الاقتصادي الوطني. وهي كيف كيف سرقه اموال الجزائريه تخرج على اساس انها كانت تصنع في الجزائر وما كانتش تصنع. سيارات باش تكمل سيارات يخرجوها مونطيا من المان باغ اكزومبل ولا اي ماركه يديمونطوها في البحر في الماء في الماء يديمونطوها ومن بعد يجيو هنايا يمونطوها يقول لك سيكادي واسكادي. وهي تقريبا كما قالها الوزير اللي كان سابق استيراد مقنع ويجي يبيعها لك. هي في فرنسا دير مع الشعار تاعها 90 مليون بختي بالعايب 90 مليون هي بيعها لك 180 مليون. نقول لك حاجه مش سرقه مش تهريب اموال تاع الشعب الجزائري. نقول لك حاجه ما نقول لك حاجه الحراك حبس مشروع تاع سيارات علامه كبيره كان ماشي اسكادي سيكادي ديكادي تعرف سمعتها ديكادي يعني تا اقل صح اقل من اسكادي وسيكادي. جينا نديروها ميد ان الجيريا والله صدقني لا اريد ذكر العلامه ولكن مشروع مضخم جدا رايح يديروه ديكادي يعني اقل بكثير. هي جينا نديروها ميد ان الجيريا مي في الحقيقه ميد ويز اير الجيريا مصنوعه بالهواء الجزائري صحيح. انا بكل تواضع ملم مليح مليح بالموضوع تاع السيارات ملم مليح بجيب لي شيفر بكلش صح. كان حاجه نعم والله ما قعدنا بزاف وقت يا ربي واحد 10 دقائق واذا تقدر تعطينا واش راك حايف. هي قرار خرج البارح من الوزير الاول انه قال لك يسقف اسمه تسقيف هذا يرضي طرف وما يرضيش طرف اخر. شكون اللي يرضي؟ يرضي الطرف اللي راهو داير لا سوتريتونس دي جوجينانا اللي يخدموا لا بيس تكنيك ابار لو موتور اي لو شاسي. اها صناعه السيارات اذا ما عندكش لومبوتياج
لا بريس اللي تخدم لاطول ما عندكش صناعه السيارات. كاين 12 دوله اللي فيها هذه الصناعه، امريكا اللاتينيه في اوروبا وفي افريقيا راح يكون لوزين ابارتير دو مواد سبتمبر اللوزين الواحد في الجزائر اللي راح يخدم لومبوتياج دون ذكر هذه العلامه. عندي با اخر كلمه حاجه صغيره معليش نقول حاجه للسي سعيد. سي سعيد مش المره الاخرى يكون معنا ان شاء الله وزلحه. قلت لك باللي ما راحش العال ما راحش الحال خلاص فهمنا. تفضل عبد اللطيف. اليوم يونس طاحت هنا فورماسيون قريتها في ان سيت وانا جاي في الطريق تقول باللي يفترض ما على باليش اسكو صحيحه مازال ما تاكدتش منها لانه عندها ساعتين برك من الطريق. معليش خصها لي في دقيقه عبد اللطيف. ما اقل من دقيقه. تقول باللي علي حداد قال للسلطات القضائيه انه راه يفاوض ويريد مقايضه الحريه تاعو بالتنازل عن كل الاموال اللي صورها في مده من 2004 وروح لهنا يعني كل ثروات باش يولي باش يولي بصح المعلومه هذه نعم ما شفناش في موقع علاش شبكه التواصل وشبكه التواصل نشوفوا كل شيء يعني معليش يعني انا قريتها في موقع كاين بارتمان تحتنا في الحومه الى حبي يجي يسكن تما دونك انا اذا هذا الامر كاين منه بتحفظ شديد اذا هذا الامر كاين منه نحن لا نريد ان يقايض علي حداد حريته بارجاع الاموال اللي باش ترجع الاموال ويديك فوق راسك بلمزيتك بلمزيتك ترجع الاموال وتتحاسب بلمزيتك الله يخليك لانه قانون هذا واضح نعاود نرد نقولوا المربع الاول كفيه عداله وفيه محاكمه طبعًا. ما نسبقوش الاحداث احنا ما عبالناش شو كان يعني مازال مش الحراك 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 راه ما عندناش بن سلمان هنا باش يا محمد معليش المحاكمه راهي في مانيش نحاكمو يونس ما تركبليش حاجه ما درتهاش مانيش نحاكم راني نقول فقط باش نعاودوا له في الاطار اوكي دونك عطيك صح النقطه على كل حال واعطيكم صح على كل الامور اللي تكلمتوا عليها سي سعيد ارزي سعيد فريد فرح سيد احمد بلونا هو ري حمزه تيرين كرشوش عبد اللطيف بالقايم راح نحكوا على موضوع اخير بالك يتعلق بكم كلكم سي فريد فرح راح يحكينا عليه فاصل ونعاودوا ونرجعوا لكن قبل الفاصل من فضلكم قبل الفاصل عبالي ديتكم كونتر بي وجدوا لي لالوما باش ماشي لالوما يعني البارادوز باش نشوفوا ليكيب تكنيك فوالا اللي راهم يخدموا هنايا ويقولوا صحة صحوركم للمشاهدين فاصل ونرجعوا. الموضوع دخل بزاف منكم انتم عندكم تليفونات هواوي 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 شنو عنده تليفون هواوي هنا انا جوبي دانفيستير في هواوي دوكا كان واحد اسمه البشراوي يبيع فيه بالصوم هواوي على 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 مسار الاندثار تاع زين الخرصه لكل اللي عندهم تليفونات هواوي لانه كان مشكل مع شركه جوجل وهذا المشكل راح يخلي انه السيستم تاع اندرويد راح يصحح لي فريد فرح من بعد لا لا راك مليح نعم انا مليح قول لي اذا غلط قول لي السيستم تاع اندرويد وقع خلاف انه ما راحش يبقى يتعامل مع شركه هواوي هذا راح يخلي انه كل الهواتف اللي راح تكون من القدام بدون 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 سيستم ديكسبلواتاسيون تاع اندرويد سي فريد فرح انت المختص وانت سيد العارفين في هذا المجال تفضل فهمنا هذه القضيه هي شوف قضية الناس هي يعني قضية أولى من نوعها حصلت نوض صباح تلقى التليفون تاعك ما يمشيش عندك هواوي ما يمشيش لهالدرجة إيه كاين صراع بين الصين وأمريكا صراع كبير منذ عامين صراع اقتصادي أكثر منه تكنولوجيا، بصح اليوم كاين معركة تكنولوجية باش أمريكا تضغط على الصين. واش هي؟ حرب البيانات. لا 5G وصلت. لا 5G هي لب الموضوع بين الصين هذه يعني باش ندير مقدمة. لا 5G وصلت لحد الآن كتكنولوجيا اللي راهي متوفرة. متوفرة. والمستقبل تاعها راح يجعلها تكنولوجيا ماهيش تاع تليفون وتاع فيسبوك و 5G تكنولوجيا اللي تقدر تسير ورشه عن بعد. معناه شحال يلحق الديبي تاع لا 5G فريد فرح؟
الديرني تيست 1.86 جيجا لا 5 جي بريليمينار 1.86 جيجا بار سكوند لي برومي لي تيست اللي مستحيل تلحق في الجزائر هنايا حنا لا المشكل لا 5 جي ماهيش قضيه فيتاس وماهيش للجمهور العام نعم لا 5 جي للمؤسسات قلت لك تقدر تسير ورشه بناء عن بعد سادير لي زاشيتكت لي انجينيور جيني سيفيل يقدروا يتبعوا مشروع في الجزائر من 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 كوريا لانه السرعه تسمح لهم باش البيانات تمشي بدون يعني بسرعه كبيره تمشي هنا كي يجيبوا لا ديال يقدروا من بيكان يبنوا المشكل انه البيانات هذيك فيها اسرار فيها اسرار اقتصاديه اذا كان ما تامنش صح الشبكه تاعك يديو لك البيانات فهذه حرب مسبقه قبل ما نلحقوا لها هذه هي هذا هو اللب هذا هو اللب الصراع بين الصين صرات ديجا اسمح لي صرات ديجا افون صافي واحد جو بونس ان 2017 مع زد تي او سي جوستومون بارابور للبيانات مي ايزون فيني بار فير دخلوا في الخط داروا ان اكور ايزون بيي سكي فالي بيي زد تي او اجوردي راهي تخدم تحت المراقبه الامريكيه تحت المراقبه فوالا الشيء اللي رفضته هواوي بصح ساشون كو الضغوط يجوا من دي دو كوتي ميم لا شين ضغطت بزاف على امريكا بارابور باغ اكزومبل ريزو سوسيو ما عندهم جوجل ما عندهم جيميل ما عندهم والو جو دير هذا اون فورم تاع الضغوطات ما حبوش يبدو يعني بيانات يعني حتى سين اللي منعت قد يقولوا يعني الصين هي اللي سبقت العيب على ما يبدو لانه كي تمنع مواقع كيما هذه يعني حتى دول الخليج ما فيهاش ممنوع وفيها تويتر ما فيهاش فيسبوك ما فيهاش فيسبوك تفضل ماشي نسمعوا فيها درتكم مقدمه لا يفتوى ملك في المدينه تفضل شوف درتكم مقدمه اللب الموضوع هو لا 5 جي ومن بعد ترامب كي وصل للحكم في امريكا بدا يتكلم على السياده الرقميه التكنولوجيه والرقميه هو كان يقصد الصين لانه ما يخفاكمش انه كاين قطبين تكنولوجيين كاين واحد في كاليفورنيا كاين واحد في بيكان اوروبا ما كانش في سيليكون فالي وفي بيكان وفي 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 شنزان شنزان صح ماشي وفي سيليكون فالي تما الالتيرناتيف نتاع لا غافا امريكان سي لو سي لي شينوا لي شينوا ما عندهمش فيسبوك ما عندهمش جوجل بصح عندهم لي ريزو تاعهم عندهم لي ريزو تاعهم عندهم سياسه داخليه المشكل انه امريكا قبل ما تعمم والديمقراط تسمح لانه هي اللي تحكم في الانترنت اليوم امريكا سي اي كان فوالا الامريكا وزاره التجاره تابعه وزاره التجاره هي اللي راح اي كان هيئه تابعه هي اللي راح تغلق من 19 اوت لانه عطاو لهم يعني فتره تاع 3 شهور 90 يوم حتى 19 اوت لو كان ما يلقاوش حل تليفون هواوي ما يمشيش سي فرح لا لا ما يمشي ما يمشيش لا 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 سي لي ميزاجور ما فيهش ما كاينش لي ميزاجور هواوي جديد اللي عنده سي فرح جديد ما جديد شعلو جديد ما يمشيش جديد ما يمشيش لا لا اللي عندك يمشي بلا فيرسيون اللي عندك ما يمشيش ميزاجور جي انتيغي باش ما نمدش لا فيرسيون راح ندير واحد جديد سبيسيال هواوي راه نعطيكم كامل الشرح تاع فريد تفضل الاندرويد سحبوا لهم الرخصه وجمدوا القرار لثلاث شهور ماهيش باش يمدوا فرصه لهواوي باش يمدوا فرصه للشركات الامريكيه الصغيره اللي عندها ماتيريال تاع هواوي باش يكون عندها الوقت تعوض الاجهزه تاع هواوي باجهزه اخرى جيد من 19 اوت من 19 اوت ما يخفاكمش ران شينغ فان هذا لو باترون تاع هواوي بنته راهي في السجن مينغ وانزو راهي في السجن مينغ وانزو والرخصة تاع اندرويد سحبت مام جوجل ستار حسنا جوستومون كي ما يمشيش سيستم ديكسبلوطاسيون كي ما يمشيش ما عندكش يوتيوب ما عندكش ويز ما عندكش يوتيوب ما عندكش بلاي ستور وجوجل خدات القرار امتثلت للقرار اللي سنياه ترامب لان هي مؤسسة امريكية صح والقرار اللي سنياه ترامب خاصة ولا عمومية؟ خاصة والقرار اللي سنياه انا غير باش نقول لك شوف التناغم اللي موجود القانون. بين الاداره الامريكيه والمؤسسات الخاصه لما يتعلق الامر بالامن القومي الاقتصادي للولايات المتحده يعني رغم فيه خساره بما انه بزاف في دقيقه خداو قرار لقانون لمرسوم مضاه ترامب
يخص المساحه الجغرافيه الامريكيه نورمالمون قانون تاع امريكا ما يمش الجزائر بصح فلسفه الانترنت كي تحبس الاندرويد تحبس عند كل الناس يحبس في العالم كامل معليش انا السؤال اللي جاك الناس اللي عندهم تليفونات هواوي وهنا شركه هواوي ولا الناس اللي يتعاملوا بهواوي في الجزائر ما يزعفوش علينا انا نحكوا على يون مارك اللي صار مشكل عالمي فما ندخلوش في اطار لابيب ولا التحامل اللي عندهم تليفونات هواوي انا ما عنديش تليفون هواوي واش رايحين واش راح يصرى لهم يعني بالفعل يعني احكي لنا واش راح يصرى لهم اذا كي ترماو كاع ترماو هذا هو المشكل لا نو ما يترماوش يعني كونكريت التليفون اللي راه يمشي ديجا ما يقدرش يدير لا ميزاجور اها نتاع لو سيستيم ديكسبلوطاسيون معناتها يبقى بالسيستيم القديم يبقى بالسيستيم القديم اذا كان خرج تطبيق جديد يمشي بسيستيم جديد ما يمشيلوش ما يمشيش اوكي هذا ما كان والتليفون الجديد اللي يخرج من اليوزين بعد 19 اوت ما طلعش ما يكونش فيه اندرويد بروفيسيونيل صح فيه لا فيرسيون اوبن سورس اللي ما فيهاش كل لكن الشيء الخطير اللي راه واصل انه الشركات اللي تشري من عندها هواوي لي كومبوزون رايحين يحبسوا بيهم ما يبيعولهاش لي كومبوزون هنا جايك في النقطه لانه كاين دي كونستركتور حتى في الجزائر مثلا ما نجبدوش الاسامي تاعهم هل رايحين ينقاسوا من هذه القضيه تاع لي كومبوزون اللي عندها علاقه مع هواوي نو هواوي يشري ايريس كوندور يعني خلينا نقول اسامي ايريس هل ما تم حينقاسوا بهذا لا لا ما ينقاسوش لانه ما يتعاملوش مع هواوي ما ينقاسوش اذا كان لانه المرسوم اللي مضاه ترامب ما ذكرش الصين ذكر كل مؤسسه تشتغل في الميدان الاتصالات وتمس بالامن القومي الامريكي بلا سيكوريتي ناسيونال امريكان ما قالش الصين ممكن اذا كان اكتشفوا باللي كاين مؤسسه اخرى تمس وتسرب معلومات صح. وتجسس على مستعملين الهواتف لاغراض جيو استراتيجيك ولا اغراض ارهابيه ولا اغراض امنيه هيك يحبسوا له ما يبيعولوش لي كومبوزون وشنو هو البديل عند هواوي الان حين يديروا سيستم ديكسبلوطاسيون جديد السيد قال باللي رايحين يعوضوا سيستم ديكسبلوطاسيون بسيستم ديكسبلوطاسيون بروبريتال تاعهم قال لك هذا ويكزيستي ديجا قال لك بلان دورجونس بصح بصح انا نفترض انه عيطوا لكم كل الجزائريين اللي عندهم هواوي عيطت لهم هواوي قالوا لهم روحوا جددوا جددوا ديروا لا فلاش تفلاشيو البورتال تاعكم يحطوا لكم نوفو سيستيم ديكسبلوطاسيون واش يضمن لك باللي انستغرام ولا فيسبوك راح يطور سيدي فا ديفلوبي اون فيرسيون كومباتيبل افيك سو سيستيم ديكسبلوطاسيون يعني اش كاين ضمن لانه فيسبوك وانستغرام و سي امريكان سي دي زونبيس امريكان اي سون اوبليجي اوسي سو سوميتر لا لوا انا واش نتوقع هذه ضغوطات على هواوي باش تدخل في الصف انا نقول لك يدخلوا في الصف اذا حين يدخلوا في الصف شنو يموتوا صح شنو يموتوا سيد احمد ولد تما اللي عنده تليفون هواوي يرميه ولا كيفاش ولا يبيعه ولا وش يدير سيد احمد لا انا فقط احب نذكر انه كان عندي اتصال مع خبير في التكنولوجيات الحديثه كما استاذنا فريد فرح كان شرح لي انه هواوي السوق تاع السوق الربحي في لي تيليفون ما يبانش امام لي زيكيبمون هي تخدم لي زيكيبمون هواوي يعني ماشي لي تيليفون يعني 75 فيلال ان تروك ديجا شوف لي تيليفون ماشي بزاف كاين مشكل واحد اخر ما تحدثناش عليه ايضا في الموبايل هما اسمح لي انقطع اليوم هواوي سي لا بروميير فيليال كي رابورت لارجون لا ميزون مير هي صناعه الهواتف الذكيه النقاله سي بعد سامسونج هي مونديال دوزيام سي لو دوزيام بعد سامسونج سي لو دوزيام برودكتور تاع التليفون او ميم بي ديغاليتي كو ابل لانه المشكل ماهوش حيكون فقط اقتصادي لانه كان ذكر منذ قليل انه نجله الملك تاع هواوي السلطات الكنديه كانت وقفتها بطلب من السلطات الامريكيه والتهمه تاعها كانت علاش؟ قالت كانت تعاملت لا ايران تعاملت مع ايران هنا يعني مشكل سياسي قال لك كيفاش حنا دايرين حظر ودايرين ان امبارغو على ايران وانتم ما تتعاملوا معاها يعني الخلفيه راهي سياسيه صح حرب تكنولوجيه ورقميه وسياسه امن 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 هي رقمي حرب سياسية لكن هي ايضا في شكل معارك تكنولوجيه ولكن حتى الصين استاذ فريد فرح انا في رايي عندها ورقه ضغط اخرى ما تنساش انه ابل اي موجوده في الصين قادره تضغط عليها ترفع الرسوم على 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 على, على, على ابل وحيسبب خسائر للشركه مشاكل كاينه في الصين تصنع في الصين تصنع في الصين معليش السوق فريد
الله يخليك، لانه وقت الحصه خلاص ولازم نسرحوا لونتان، ولكن النقاش راح نزيدو نعاودو له هكذا شويه ولا في الايام المقبله. هواري حمزه اذا عندك تعليق تيني هنا نوع عبد اللطيف بالقايب باختصار الله يخليكم، لازم نسرحوا لونتان. تفضل هواري حمزه. واش تجر هواوي؟ هواوي ولا اي حاجه اخرى؟ تفضل. هواوي مشكل اقتصادي ومن بعد يجي مشكل سياسي، لانه الصراعات الموجوده بين اسيا المؤسسات الصاعده تاع اسيا في النوفال تكنولوجي امريكا ماهيش من اليوم، كاين صراع بين سامسونج وابل على جال تصميمات تاع سامسونج، تصميم فقط هذا الشكل تاع التصميم تاع التليفون دفعوا 1 مليار دو دولار غرامه حكمت المحكمه باش دفعوا 1 مليار دو دولار ملكيه ايه الملكيه فقط التصاميم ماشي مكونات ولا اجهزه موجوده في التليفون. هذا تقريبا الصراع الاقتصادي في مجال التكنولوجيا مش وليد اليوم، راه كل عام تخرج حكايه بين لاشين وامريكا وكوريا نفس الشيء. تين هنا كرشوش جي ريان ا دير ايزون تو دي على بالنا بلي سامسونج ديباس ماشي ميم با سامسونج راني ما دوك الجوايه هنا ثاني مي جو بونس كو سا نو ديباس اللي عندهم هواوي سامحونا ما تاع زين اليوم قايم على طروطر واديس كواكو لاباري فوتو تاع لو ديرني هواوي الي جوست اكستراوردينير دونك لي خصو اباري فوتو حيهبطوا بزاف دونك انفيستي خلوني نخرج النقاش تماما من ما تفتحليش نقاش واحد اخر الله يخليك علاش نفتح نقاش انا نقول رايي في في حدث عنده طروطر واديس في حدث في حدث من التليفون لحدث سياسي بغيت نقول رايي هذا وين قلت لنا في اي شيء هاي اوكي تفضل حقك انا غلط سبحان الله انا غلط وكي لما انا غلط والله انا غلط يلا اليوم كاين رسالتين متوافقتين رسالة احمد طالب الابراهيمي حول النظرة تاعو في الخروج من الازمة السياسية التي اراها مع رسالة القايد صالح اليوم قائد الاركان برسك تتوافق كثيرا 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 ربما هذو الرسالتين المهمتين بعد رسائل الحراك منذ 22 فبراير اليوم يقترح الدكتور احمد طالب ابراهيمي شيء جميل جدا يقول فيه يقترح فيه الاليات الخروج من الازمه يتحدث على اجراءات دستوريه زائد الاستناد على الماده 7 و8 من القانون ونشوفوا وين اليوم القايد صالح يتحدث بصراحه وبشكل مباشر للجزائريين ويقول انه ليس له اي طموح سياسي في الفترة المقبلة وأظن أنه ربما هذا الشيء هذا التوافق بين نظرتين الرجل العسكري والرجل السياسي المدني وأحمد طالب الإبراهيمي أظن وصلت المعلومة شكرا وصلت المعلومة شكرا عبد اللطيف القايم شكرا تيني كرشوش شكرا هواري حمزة شكرا سعيد إرزي على حضورك معنا إن شاء الله ما تكونش المرة الأخيرة إن شاء الله سيد فرح شكرا على حضورك سيد أحمد بلونة نفس الشيء إن شاء الله ما تكونش المرة الأخيرة استمتعوا دائما لما تكون معنا في مازال الحال شكرا ونتمنى لك التوفيق في الحصة أجورا درنا بروموسيون أجورا على دزاير تي في تفضل سيد أحمد أجورا دزاير تي في على 9:30 ودزاير نيوز على 11:30 شكرا شكرا سيد أحمد بلونة جاني ميساج على الخاص من الناس اللي يقدروك ويحبوك قال لي بالتوفيق للحصة لكن قول ليونس نحي النظارات راك بلا نظارات شباب والله غير نقول لكم باسكو الحقني تعليق على النظارات والله غير النظارات الطبيه خاطرش كاين لي لوميير بزاف وما نقدرش ديجا قدام نشوف مليح لازم ندير النظارات باش على لي لوميير وعلى بزاف امور مانيش نشوف مليح الله غالب لحقنا لا جوين مانيش نشوفوا مليح الانسان اللي بعث لنا الميساج هذاك جا لكن نحيهم برا نعم يونس صابر جليل 50 سنة ايوي ايوي كي زعفوا تاع 50 سنة يقول لك انا مازال صغار يونس اذا سمحت في 10 ثواني ولا اقل عندي برك الوالد تاعي كان مريض نطلبوا له الشفاء فقط الله يشفيه كان قلت بالله ربي يشافيه ان شاء الله ربي يشافيه ان شاء الله وتحيه للعائله الكريمه سيدي احمد بلونه انا ماذا بيا نحيي كل فريق التقني اللي راهو اليوم معنا في مازال الحال ديالي اللي بدا معنا شهر رمضان اللي يدير مجهودات جباره محمد شينون حمزه بوختاله عدلان زكريا العروسي امين عبيدات صحراوي عثمان شريف في الصوت نبيل الفريف في الضوء رياض بالعيد المركب امين محمودي والريجيسور تاع البلاطو ياسين موساوي وما نساوش الماكيوز تاعنا نجوى بوجاجه ولاسيستون دو رياليزاتور راديا اللي راهي تهضر معايا في لاباسي وتعطيني في الاسامي يعطيك الصحه راديا بارك الله فيك المخرج هاني كرد وفي البث صلاح الدين وامين طارق مومن الكاميرامان وما نساوش العظيم سامي الحميطوش وين ما كنتوا يعطيكم صحه صحه سحوركم نتلاقاو بكم غدوه ان شاء الله الناس بزاف راهم يطالبوا يقولوا الشعب يريد محمد سيدمو ومحمد سيدمو غدوه يكون ان شاء الله معنا في مازال الحال راه يكون معنا دائما في مازال الحال اللي نستضيفوا فيها ضيوف ثلاثه منا ان شاء الله ما تروحوش بعيد قعدوا في برامج شروق تي في نتلاقاو بكم غدوه ان شاء الله مع السلامه